اللي هي طالعه فيها الموضه دلوقتي ان هي غاليه شويه خلاص، اللي هو بيسموها باي انفرتر، يعني يقول لك التكييف ده نازل بايه؟ معاه انفرتر. او الانفرتر ده هتسمع عليه بقى في كام كورس، مش في كورس ولا اتنين يعني. فده كله تحت الكلاس بتاع الباور الكترونكس. طبعا زي ما واضح من الاسم هي مش باور الكترونكس، يعني الكترونكس من قسم اتصالات وباور من قسم باور. يعني هي باور الكترونكس لان هي مسؤوله عن الالكترونكس اللي بتتحكم في الباور ده. خلاص، اللي هي الحاجات اللي هي ايه اللي ليها باور عاليه، اللي هي بالكيلو وات مثلا. فطبيعي طبعا انت ما سمعتش عن اي كورس الكترونكس خالص لغايه دلوقتي. اللي سمعته يا دوب بالعافيه بتاع السيركت، وكنت متضايق منه يعني. كورس السيركت مش درسته سيركت ولا؟ وقعد يحط لك بقى شويه دوائر ار وال وسي، وبعدين يحط لك رسمه كده دايره طالع فيها سهم لفوق يقول لك ده كارنت سورس، او سهم نازل لتحت يقول لك كارنت سورس بس غير الاتجاه بتاعه. وصعب الموضوع شويه، قال لك في حاجه اسمها ديبندنت سورس، ما اعرفش خدته ولا. فكل الكلام ده فيزيكالي مش موجود يعني، عشان ما تقعدش تتخيل يعني ايه. طب هو ايه الديبندنت سورس ده يعني؟ يعني ازاي نجيب سورس اسمه 5 اي و5 في؟ طب مين هو السورس اللي من النوع ده؟ فدي كلها بيسموها ايكويفالنت سيركت، مش ايه؟ مش فيزيكال سيركت، يعني ده الموديل بتاع الدايره. يعني كان في دايره الاول وبعدين عمل لها موديلنج بمين؟ يعني موديل يعني ايه؟ يعني عشان يعرف يانلايز الدايره ويحلها، بيقول لك الدايره دي كانها تكافئ سورس بالصفات الفلانيه. لكن الدايره فيزيكالي فيها حاجه ثانيه بقى. فكان طبيعي انه يبتدي معاك بكورس تمهيدي بقى بتاع الكترونكس. اللي هو معانا احنا بقى ده. ان ده اول كورس الكترونكس، فيبقى ممكن تسميه كده بيزك الكترونكس. اللي هي الحاجات الاساسيه اللي في الاول خالص. عشان برضو ما نخشش في الكونتنت 1 2 3 4 وتقعد تقول لي طب هندي بقى حاجه اسمها البي ان جنكشن ليه مثلا يعني، او هندي حاجه اسمها ترانزستور ليه. كل الكلام ده بدل ما نقوله في صوره 1 2 3 4، تعالى نعمل احسن اكزامبل عملي هننفذه للاخر. يعني لو تخيلنا ان انت عايز تعمل مثلا البورده بتاع التكييف اللي هي جوه جهاز التكييف، خلاص اذا فرضنا كده يعني نفترض حتى انت صحيح لسه في سنه اولى وفي الترم الثاني، لكن تخيل نفسك انك انت عايز تعمل البورده بتاعه التكييف دي. لو هتعملها بقى ايه الحاجات اللي المفروض تبقى جوه البورده دي؟ وبالتالي كورس الالكترونكس ده او الكورسات اللي جايه تخدمك في ايه بقى؟ فبالتالي لما نقول لك هندرس في الكورس ده الكونتنت الفلانيه، تبقى انت عارف ايه لازمتها. فده الهدف من المحاضره الاولى. وفي اخرها هندي فكره صغيره كده عن حاجات في السيركت، لان احنا هنعوز برضو نحل دايره. بس الدوائر اللي عندنا اسهل بكتير من كورسات من كورس السيركت اللي عندك. خلاص، ولما تيجي تحل مش هتقول لنا كده هسولف باي ثيفينين ولا نورتون ولا نود اناليسيس، مش هتقول لنا كده. انت هتحلها دايره قدامك، حلها زي ما انت عايز بقى. خلاص، ان شاء الله تقفل الورقه وتفتحها تقول انا حليتها. يعني مش هتقول كده سولف باي كذا، انما كورس السيركت كان لازم يقول لك، كان لازم يقول لك بيحل بايه. خلاص، سوبر بوزيشن بقى ولا تتحول الفولت الى كارنت وكارنت الى فولت، انت حر تعملها كذا لوب، تعملها كذا نود، يعني تعملها تحلها بالماتريكس، تحلها بحاجه غير الماتريكس اللي يعجبك يعني. فدي كورساتنا احنا، او السيركتس اللي عندنا سيركتس ضعيفه، مش ضعيفه يعني، بسيطه يعني. خلاص، فمش هتكلكع، ما فيهاش كومبلكس مثلا. يعني انت كانت احد الحاجات اللي عندك فيها مشاكل في السيركت هي ايه؟ ان الرقم يطلع لك فيه كومبلكس نمبر، وتقعد تجيب الماجنتيود والفيز وتقعد تحل بقى، حل يعني، ويحاسبوك احيانا على الفاينل انسر. يعني هو بتاع السيركت كل اللي يهمه ايه؟ الاجابه جت ولا ما جاتش؟ خلاص، هتقعد انت تستغرب برضه تقول ايه اللي بيحاسبنا على الاجابه جت؟ افرض انا كنت ماشي صح وجت حته في النص كده غلط، يعني ضيع لي المساله. هو من وجهه نظره عايز يأدبك كويس في السيركت تحلها صح. من وجهه نظرنا احنا بقى ككورس الكترونكس، انا لا يهمني الفاينل انسر ولا بس طبعا يهمني الرينج بتاع الفاينل انسر. يعني لك انت بقيت انجينير بقى، يعني هتخش في اتجاه انك انت ايه؟ مهندس مسؤول عن الكلمه اللي بتقولها، صح؟ نيجي نجيب له داير نقول له طلع لنا التيار في البرانش ده مثلا، خلاص يقول لك التيار في البرانش ده مثلا هو غلط في الحسبه 20 امبير.
مثلا 30 امبير. طبعا هو ككورس سيركت كان بيجيب لك دوائر فيها بالامبير ودوائر فيها بالملي امبير، يعني هو حر دايره وخلاص يعني. لكن احنا هنا مش حر بقى، انت عندك دايره بتعمل ليها شغل يعني. فلما تجيب لي برانش فيه 20 امبير مثلا يعني، لما نيجي نقعد مع بعض نتكلم بقى نقول لك والله يا ابني ده البيت عندكم الشقه يعني فيها عداد بره راكب مكتوب عليه 20 امبير خلاص، يعني الشقه دي جوه لما تشغل الغساله والثلاجه والديفريزر والمش عارف المراوح والبتاع ده كله مش هتستهلك لحد ال 20 امبير. تقوم انت في دايره صغيره خالص كده خلاص فيها شويه مقاومات وبتاع ده، حتى انت يعني ايه يعني ده، انت لو جيت ترسمها على الورقه هتطلع حته في الصفحه كده. تقوم تقول لي في برانش فيها ماشي فيها 20 امبير، يعني الكلام يبقى يعني لو هي بقى كانت بالملي امبير وهي المفروض في الاجابه الصحيحه تطلع 10 ملي امبير، طلعتها انت 11 ما بدقاش معاك بقى. كورس السيركت يدقق معاك، لكن انا مش هدقق معاك في دي، انما الرقم حوالين الحاجه المعقوله ولا لا. في المقابل بقى ده بيقولوا للناس بتوع قسم اتصالات، لان دول يوم ما يشوفوا 5 فولت بتوع اتصالات دول لما يشوفوا 5 فولت و20 30 ملي امبير يتخضوا، يقول لك ده احنا شفنا ايه باور جوه الدايره. نيجي انت بقى في المقابل عندك انت بقى سيادتك هتعمل بقى دايره الانفرتر بتاع اللي هو التكييف ده مثلا، ده انت مشغل كومبريسور جوه اللي هو المسؤول يعني عن تشغيل الكومبريسور بتاع التكييف ده شغال 200 يجيبوا كده التكييف يقول لك ده كذا حصان خلاص، يعني واحد ونص اتنين. الحصان بالمناسبه كام؟ 746 صح، انا فاكر دي من 40 سنه. لو قلت حصان ونص يبقى انت شغلت في كام؟ 746 في واحد ونص تطلع كيلو وربع مثلا او كيلو وشويه. كيلو وشويه دي يعني 1300 واط. لما اكون شغال على 220 فولت يبقى الامبير بكام؟ انت شغال الكهرباء بتاعتك 220 فولت والدايره دي بتستهلك 1300 واط مثلا، انت بتتكلم على 6 امبير. تيجي انت بقى في الدوائر بتاعتك تقول لي الدوائر طالع لي بكام؟ 20 مللي 30 مللي. يا ابني 30 مللي ايه و20 مللي ايه؟ البتاعه بتاعتك تشتغل ازاي؟ يعني الدايره بتاعتك هتشغل الكمبريسور بتاعنا ده ازاي لو انت بتطلع لي ارقام؟ يقول لك اصل غلطه حسابات. دي مش غلطه حسابات، عامل زي بتوع مدني كده لما كانوا الناس بيشرحوا لهم يقول لك ايه اعمل احسب وطلع لي ارتفاع العمود، يقوم هو الراجل يقول لك غلط في الحسابات وطلع العمود 5 سم. يا ابني عمود ايه اللي انت هتحطه في عماره يطلع لك يعني ارتفاعه 5 سم؟ يقول لك اصل غلطه حسابات، ده هي كل الحكايه ايه؟ كان المفروض اضربها مش عارف في 100 ما ضربتهاش. ما هو لازم الرقم اللي تكتبه تبص فيه، يا اما يلفت نظرك انك انت ترجع لورا شويه عشان تشوف الحسابات غلطت فين، يا اما لو ما عندكش وقت خالص، انا بقول للطلبه كده لو ما عندكش وقت وقفلت معاك اقف جنب الرقم كده واكتب ان شاء الله بالعربي انا حاسس ان الرقم ده فيه حاجه غلط، يعني مش معقوله الرقم تطلع كده خلاص. اما تقول كلام يعني حتى لو هو ايه انت حاسس انه يعني هيضحك الناس عليك، بس في الاخر انت بتلفت نظر اللي بيصحح ان هو ايه ان في مشكله، انت يعني مش معقول الرقم يطلع كده. فعلى الاقل لو ما عندكش وقت تصلح الاجابه يبقى الراجل خد باله انك انت على الاقل ايه فاهم ايه اللي بيحصل، انما تسيب المساله كده ولا اصل يعني هعمل ايه؟ طيب انا غلطه حسبه ده صفر راح في بتوع السيركت ما بيرحموش في دي بقى. كورس السيركت ما بيرحمش في دي، ما فيش حاجه اسمها ايه اصل انا نسيت صفر، اصل انا نسيت اضرب في 10، اصل انا نسيت مش عارف اعمل ايه، لانه هو هنا بيديك دايره. بالله عليك حتى حد فيكم بص على اي دايره ادهاله قال له الدايره دي بتعمل ايه؟ ده كان بيجتهد يعقد الدايره على قد ما يقدر، يعني كانت عندهم حرفه يقول لك ايه نحط ثلاث اربع لوبس ومش عارف اثنين لوبس فوق بعض ومثلا ايه املاها بقى سورسز ديبندنت على مين؟ على مين الدايره دي؟ بتعمل ايه؟ ولا ليك فكره خالص، لان هو مش عايز يعلمك الدايره، هو عايز يعلمك ايه؟ ازاي تحل الدايره؟ خلاص؟ فكان طبيعي يحاسبك على الاجابه. انا طبعا مش معاهم يعني مش معاهم ان انا ايه اضيع لك المساله علشان ايه؟ عشان في غلطه في الحسبه. خلاص؟ وفيهم بقى كمان اللي زود البيعه الزياده ام سي كيو. خلاص كده يروح حاطط لك المساله ويقول لك بقى في الاخر الاجابه هي دي ولا دي ولا دي ولا دي.
يعني اللي رايحين بينا شويه بيعمل ايه؟ بيمشي معاك بالخطوات شويه ويقول لك ده غلط في حته، طب اديله نص الدرجه ثلاثه مثلا يعني. انما الثاني خلاص هي الاجابه ما جاتش خلصنا. فما تزعلش منهم يعني مبدئيا، بس ما تزعلش منهم لان دي فلسفه انه عايز يعلمك تحل صح. احنا بعد كده اصلا يعني قدام شويه لما تكبر هتلاقي نفسك ما بتحلش بايدك بقى. انت بتاخد المساله او الديزاين اللي انت عملته وترميه على اي برنامج كمبيوتر من اللي بيحلوا المسائل وتقول له انت حل. خلاص هو الراجل مش هيغلط، هطلعك الحسبة. المهم انت فكرت ازاي جبت الرسمة دي. يعني لما يطلع لك رقم مش طبيعي مش هتقول للكمبيوتر انت ما بتفهمش، يعني مش معقول رقم يطلع كده. انت اللي تراجع بقى ايه الديزاين وتشوف الغلطة كانت في حتة وتعدل وتعمل. فاهم؟ بس كان لازم وانت بتحل الدايرة او بتعملها لازم الناس يعلموك ازاي تحل دايرة. تعالى بقى نعمل مع بعض كده اكزامبل كبير شوية. خلاص مش لازم تكتبه ورايا او الناس بتصور هاي. احنا مش هيسألك في المحاضرة دي ماشي. هنعمل سيستم اللي هو زي البوردة بتاع التكييف اللي هو جوه هنا دي. فانا قلنا كده هنعمل حاجة اسمها مايكرو بروسيسور بيست تمبريتشر كنترول سيستم. يعني عايزين نعمل سيستم شوف حتى الاسم الكبير ده سيستم. السيستم دي ما بيشوفهاش الناس اللي بعد ما تتخرج يبقى 10 سنين يعني. حته ان انا اعمل سيستم، تخيل انت بقى الوقت هو في سنه اولى وهتعمل سيستم. خلاص عشان ايه نقول من الاخر عايز تعمل ايه. وكلمه مايكرو بروسيسور معناها تلفت النظر انك انت عايز تعمل بورده انتليجنت، يعني مش دايره وخلاص، حاجه فيها برنامج يتحكم في الحاجه اللي انت عايزها. فلو قلنا كده بقى وانت المفروض اوريدي في كورس متهيألي هتاخده او يعني تسمع عنه حاجات ديجيتال يعني. فيبقى المايكرو بروسيسور ده من الحاجات الديجيتال. خلاص كل الامبيدد سيستمز يعني السيستمز اللي هي موجوده بقى دلوقتي اللي هي الشركات بتاع العربيات وفيما بعد او فيما قريب يعني موضوع عربيات الكهرباء ده اللي بدا ياخد اتجاه اوسع. هنقول بقى موضه ولا مش احنا مالناش دعوه بالحاجات اللي هي استراتيجيه، خلينا على قدنا كده. يعني احنا نتصور ان انا وانتم مش انتم بس بنفهم على قدنا، انما فيه ناس بتفكر استراتيجيا يعني. يعني ندخل في عربات الكهرباء ولا ما ندخلش، هي ليها لازمه ولا ما لهاش لازمه، الدوله بتاعتنا تستحملها ولا ما تستحملهاش مثلا. يعني هي حاجه فانتازيه ولا حاجه ضروريه. هم هيعملوها للمدن الجديده يعني بيتكلموا على ان هي عايزه ايه تبقى الحاجه الوسيله المواصلات اللي جوه المدن الجديده، فليها ريستريكشنز. فبس قسم باور هيبقى ليه فيها الايد الطوله يعني زي ما بيقولوا كده، يعني اللي هي عربيات الكهرباء ازاي تحط بطاريات والبطاريات تتشحن كل قد ايه والبطاريات تكفي كام ساعه تشغيل. يعني في افق عمال بيتفتح جديد في الحته دي. فدي هيبقى فيها ما يسمى مين برضو المايكرو اللي هو بيمانج الاوبريشن اللي جوه دي. فانا انصحك جيفن حتى انك انت ما الكورس ده ما بتدرسش قوي عندك، خد فيه دورات تريننج كورسز. بس هو هنا الصناعه ما بتشتغلش بده، الصناعه بتشتغل بحاجه اسمها المايكرو كنترولر ده. خلاص المايكرو بروسيسور ده اللي هو البروسيسور اللي موجود على البازر بورد اللي هي جوه اللابتوب او جوه البي سي، ده بيسموه المايكرو بروسيسور اللي هو بقى بتسمع عليه بنتيوم ما اعرفش كام والحاجات دي والسرعات بتاعته قد ايه. ده مقبول ان هو يجي عشان يرخص ثمنه. خلاص بيخليه مش جارانتيد ضد الهانجنج. يعني ايه ضد الهانجنج دي؟ انت كده بتشتغل على اللابتوب بتاعك على الكمبيوتر، مش بتيجي بعد على غفله كده تقول ده الكمبيوتر هنج، بتقول كده بتعمل ايه ساعتها؟ ولا حاجه، ولا بتزعل ولا بتتضايق، دول ما ده انت بتقول ما صدقت انه هنج. اقفل الجهاز خلاص كده وروح اشرب كوبايه شاي ولا اعمل اي حاجه وتعالى افتحه ثاني. هل الكلام ده هيبقى مقبول بقى في الاندستري؟ لا. يعني موضوع الهانجنج ده ان الجهاز يعلق منك ده مش هيبقى مقبول. يعني لو في التكييف مثلا، بس طبعا التكييف اللي جوه القاعات مش خطورته زي التكييف اللي جوه مثلا معامل التحاليل او غرف العمليات او الحاجات اللي زي كده، مش هيبقى مقبول خالص ايه ان الكلام ده يهنج. يعني انما جوه القاعه دي لو التكييف اتطفى هتعمل ايه؟ تفتح الباب وتخرج. انما جوه اوضه العمليات هتعمل ايه بقى؟ التكييف اللي جوه ده عطل يعني او اعلق شويه خمس دقائق. في مشاكل
اللي بيسموها ايرجنت بقى، لا يجوز ليها ايه الكلام يتسمح بكده. فهم عملوا للحاجات الاندستري حاجه اسمها ايه بقى، مايكرو كنترول، اللي هو بقى موجود جوه البورده بتاع التكييف، خلاص، اللي هو المسؤول عن تنظيم العمليه دي خالص. عشان يشتغل بقى عايز يعمل ايه؟ نمشيها بقى واحده واحده. اولا انا عايز اعمل تمبريتشر، يبقى لازم اجيب حاجه تقيس التمبريتشر، يعني عايز اعرف درجه الحراره اعلى من 20 ولا اقل من 20، يبقى لازم اعرف الاول اقيس الحراره. فنفترض ان عندنا ادي التمبريتشر اهي، التمبريتشر دي بنسميها احنا فيزيكال فاريبل. يعني هتسمع بقى الايه، عشان برضو الناس بتوع الجامعه والاكاديميه يعني ما بيرسموش او ما بيرسموش السيستم بالشرح بتاعنا احنا ده، هو اكتر حاجه يحبوها الفاريبلز، ويعملوا له معادلات والمعادلات يحلوها حاجات زي كده. الناس اللي هي الجامعيين يعني بتوع الاندستري بياخد الكلام ده ويدخله على برنامج عشان يشتغل وخلاص. فعشان كده هيسموا ده ايه بقى، فيزيكال فاريبل، ويدوا له رموز كده زي اكس مثلا. وحتى ما تقعدش تتعب نفسك اشمعنى اكس المعوجه دي، هما كده في فرق بين اكس اللي هي سمول ليتر دي واكس اللي هي كابيتال ليتر. الكلام ده تعرفوا فين بقى؟ في كورسات الكنترول بقى، وانتوا برضو من الاقسام اللي كورسات الكنترول فيها قويه، يعني بياخد كذا كورس كنترول، لان انتوا من الاقسام اللي عليها عبء شويه في مين؟ في موضوع انه يعمل كنترول، خلاص، زي كنترول محطات الكهرباء، كنترول المواتير، الحاجات اللي الناس بتشتغل بيها دي، ده كله حاجات كنترول يعني. يعني انت مثلا بتقول انا هعمل بورده تدور موتور، ما انت لا تعمل، عايز ادور الموتور ده مثلا على 50 لفه في الدقيقه. طب هلف في الموتور 50 لفه في الدقيقه ازاي مثلا؟ يعني هتبعت له سيجنال كهرباء عشان تشغله، خلاص. فلما تكون طافي السيجنال اللي هي 0 فولت، يبقى سرعه الموتور كام؟ 0 RPM. هترفع الجهد ل 3 فولت مثلا، يبقى المفروض السرعه تروح لكام؟ للي هي اللي انت عايزها، ال 50 RPM دي. هل الموتور كميكانيكال سيستم يبقى زي الفولت؟ يعني الفولت كان عامل كده 0 بقى 3، نيجي السرعه قصادها بقى السبيد اهي، كانت سرعه 0 RPM وعايزه تطلع بقى لكام؟ للي هي ال 50 او ال 60 اللي انت عايزها. هل هيتطلع صادم زي ده ما طلع صادم؟ لا لا، ما تشتغلش كده. امال هتشتغل ازاي؟ يقول لك اللي هيحصل ان هي هتحاول تطلع لمين؟ للفاينل سبيد. ما تقدرش تطلع صادم، تطلع جراديوال. هتطلع جراديوال وهتعمل حركه غريبه قوي، اللي هي عامله كده دي، وبعدين يبتدي يثبت على مين؟ على السرعه اللي انت عايزها. طيب الحته دي بقى خدت زمن قد ايه؟ المفروض ككنترول كويس عايزه يبقى زمن ايه؟ قليل جدا عشان توصل للسرعه اللي انت عايزها. الحاجه الثانيه اللي فوق دي مش عايزه تبقى عاليه قوي، والا هتكسر لك الشافت بتاع الموتور، خلاص. بتوع الكنترول بقى بيقعدوا يشتغلوا في الحته دي بقى. ازاي ده يبقى مينيمم وازاي ده يبقى مينيمم، خلاص. فبيقعد يشتغل في دي بقى عشان يخلي الموضوع، يعني بياخد بقى كذا الجوريزم بتاع كنترول ده بالنسبه للمثال بتاع سرعه موتور بقى. انما لو فلو بتاع غاز مثلا زي شركات الغاز الطبيعي، او زي ما انت في محطات البنزين كده بيمونوا غاز، يعني هل هو بقى بيروح فاتح البتاع اللي انت بتشوفها في البنزينه دي ويعني الدنيا سهله كده، يعني يفتح ويروح الدنيا شغاله كده؟ لا، الفلو ده كام؟ الريت بتاعه كام؟ خلاص، ويوصل للستيدي ستيت بعد قد ايه؟ عشان ما يعمليش مشكله جوه. لا مثلا كنا بنشوف في مجمع نجع حمادي بتاع الالومنيوم ان هم بيعملوا عواميد الالومنيوم دي، فكان بيجيب فرن كبير كده، يعني احنا كنا بنقف على بعد 2 3 كيلو منه وحاسين بالحراره بتاعته، مش واقفين جنبه يعني. الفرن ده انا رحته، وكان معايا ناس من اساتذه من باور برضه، كنا بنروح سوا يعني. كان الفرن ده بيقعدوا يسخنوا فيه 3 اشهر، يعني بيرفعوا درجه الحراره بتاعته في 3 اشهر، يعني يقعدوا كل كام سنه كده يوقفوا الانتاج عشان ينضفوا الفرن، يعني عشان يشغلوه تاني بياخدوا فيه قد ايه؟ 3-4 اشهر. تخيل انت عندك الفرن ده زي قد القاعه دي 3-4 مرات. فبيقعد بقى برضه ده ليه كنترول سيستم، وبعدين عنده مواتير بتخليه يلف عشان يبتدي يقلب مين؟ ينزل لك الالومنيوم اللي هو المنصهر ده. اما ينزل بقى في عواميد كده ويعمل عليه تبريد، لو هو نزل بسرعه مش مظبوطه وبرد بطريقه مش مظبوطه، ايه اللي هيحصل؟ العمود اللي طالع هيطلع فيه فجوات بقى.
خلاص يقول لك بقى ده فرز ثاني فرز ثالث، يعني ثمنه هيطلع ايه؟ رخيص يعني، ما هيبقى اي كلام يعني. فلازم الكنترول يدخل عشان يخلي العمود ده يطلع ايه؟ متجانس بقى. فبرضه فيها كنترول، وكانوا الناس بتوع باور هم اللي بيساعدونا فين؟ في الكنترول الالجوريزم. فالحتت دي قويه عندك قوي المفروض يعني. فلو مشينا واحده واحده بقى كده، ده اكس هنسميه اكس اوف تي مثلا اللي هو مع الزمن. يبقى لو رسمت اكس اوف تي مع تي هيطلع عامل ازاي؟ هيطلع عامل كده، ان الحراره عماله تزيد وتقل. طب ليه بتزيد وتقل؟ لان انت اصلا جوه قاع، يعني فيها شباك مفتوح يا مقفول، يا الباب مفتوح يا مقفول، يا اما ناس بتدخل يا اما ناس بايه؟ بتخرج. يبقى الحراره دايما هتعمل ايه؟ هتقعد تزيد وتقل. المفروض التكييف عايز يظبطها على كام؟ على رقم انت قلت عليه. خلاص؟ فنفترض ان هو في رقم اهو زي ده كده مثلا 22 درجه مئويه مثلا. بنسمي احنا دي بقى اللي هي الحراره الثابته دي بيسموها السيت بوينت. يعني انت هتسمع الكلام ده بقوه قوي في كورسات التكييف. بس مش هيقعد يشرح لك كده بقى، هيدخل دايركت على ان ده اسمه كورس ايه؟ كنترول. مش هيقعد يعمل كده. هيقول لك عندنا حاجه اسمها ايه على طول؟ سيت بوينت. وعندنا سيجنال اهي هيسميها الاكتوال سيجنال اللي هي الاشاره الحقيقيه. اتس ريكوايرد من الكنترول ان هو يعمل ايه؟ يخلي الاكتوال سيجنال اقرب ما يكون لمين؟ للسيت بوينت. يعني المفروض كده، يعني الاشاره الحقيقيه عايزه تبقى شبه مين تقريبا؟ السيت بوينت. ده دوره بقى. فده اكس اوف تي اهو مع تي. خلاص؟ السيجنال اللي انت شايفها مرسومه قدامك دي بيسموها انالوج سيجنال، اللي هو بالعربي بيسموها سيجنال تناظريه. الانالوج سيجنال دي معناها سيجنال بتاخد اي رقم ما بين مينيموم وماكسيموم عند اي لحظه في الزمن. يعني لو وقفت عند اي لحظه كده وقست، الاقي الاشاره دي بتاخد ارقام باي درجه دقه بقى. ممكن تبقى 3 فولت، 3.5 من 100 فولت، 2.9 من 10 فولت، اي حاجه من دول. دي اسمها ايه؟ انالوج سيجنال. الكنترولر بقى ما يعرفش الاشاره دي خالص، لان طبيعته كلها ايه من جوه؟ ديجيتال. ديجيتال يعني ايه بقى؟ يعني يا الاشاره هاي يا الاشاره لو، اللي هي بيسموها 0 1. خلاص؟ او سمول سيجنال وايه؟ ولارج سيجنال. ففي المقابل عندنا في الاخر خالص هنا اهو بلوك اسمه المايكرو كنترولر، في الاخر اخر البورده يعني في كده اهو حاجه اسمها المايكرو كنترولر. ده الداتا اللي جواه كلها 0 1. يعني لو جيت ارسم شكل الاشاره مع الزمن الاقيه عامل كده، يا سيجنال قليله يا سيجنال كبيره. خلاص؟ المفروض ان في كورس تاخده في يمكن الترم اللي جاي كده ديجيتال ولا حاجه، بيحول لك الحاجه الانالوج الى ايه؟ او بيفهمها لك يعني. ففور اكزامبل مثلا هيقول لك ايه؟ ان رقم 3 مثلا هيكافئ 1100 مثلا. رقم 4 يقول لك يكافئ مثلا يعني 0010. خلاص؟ يعني انت لما بتدوس على الكيبورد في الكمبيوتر يعني بتدوس انت كده وتلاقي طلع على الشاشه حرف الاي مثلا، او دوس تطلع لك حرف البي. طب هو عمل الكلام ده ازاي؟ لا، لو قدر ليك تبص تحت الكيبورد هتلاقي فيه كابل خارج رايح للكمبيوتر ده، اللي هو الكيسه دي اللي بنسميها الكيسه. الكابل ده عباره عن 8 9 سلكات مثلا. لما بتدوس على اي حرف من دول بيطلع الكود المقابل للحرف. الكود عباره عن ايه بقى؟ زي ما انا كاتب كده، شويه اسلاك كل سلك عليها يا كام؟ يا 1 يا 0. كورس اللوجيك ديزاين اللي هتدرسه او اللي بيسموه اللوجيك سيركتس هيقول لك عندنا 1 و 0. في الاخر لازم الكلام ده يبقى دوائر برضه. فالدوائر الالكترونيك اللي هتتعامل مع ده هتقول لك ال1 ده كانه 5 فولت وال0 كانه كام؟ 0 فولت. يعني في الاخر لازم الاقي فولت. الاقي السلك اقيس عليها كده يا 0 فولت تسمى 0، يا عليها 5 فولت اقول عليها كام؟ 1. الكمبيوتر بقى بيفهم الترتيبه دي ويقول لك ده رقم 3، ده رقم. هو انت لما بتدوس على الكالكليتور كده اللي في ايدك دوست على رقم 5 وبعدين بلس وبعدين 3 وبعدين ايكوال اللي هي يساوي، لقيت طلع على الرقم شاشه على الشاشه رقم كام؟ 8. ايه اللي حصل الكلام ده بقى؟ حصل ازاي؟ ما انت لما دوست على المفتاح اللي مكتوب عليه 5 راح للكنترولر اللي جوه الكالكوليتور بقى كود يمثل رقم كام؟ 5. ولما دوست على البلس فهم انك عايز تعمل عمليه ايه؟ جمع. وبعدين رقم 3 طلع له الكود بتاع رقم 3. لما دوست ايكوال كانك بتقول له ايه؟ اللي هي يساوي دي يعني، طلع لي النتيجه. راح هو عنده جوه دايره حسبت الحسبه وطلعت لك كام؟ 8. وراحت مطلعه فين في الاخر؟ على الشاشه.
صح؟ ادي الترتيبه ماشيه كده. فلازم احول الكلام ده الى ايه في الاخر بقى؟ ديجيتال. يعني لازم امسك الحاجه دي واحولها مين؟ يعني امسك الفولت اللي خارج اهو ده واقول ايه الترتيبه بتاعت الوانز والزيروز بتاعته. عشان يعملوا الحكايه دي راحوا عاملين حاجه بلوك برضو انت هتشوفه قبل كده او بعد كده في البوردات، بس بتوع اتصالات بتدرسوه اكتر، اسمه انالوج تو ديجيتال كونفرتر. خلاص؟ بيستلم الاشاره الانالوج يحولها الى ايه؟ الى ديجيتال. يعني يجي له سلكه كده عليها فولت زي اللي انا كاتبه ده، 3 فولت 2 فولت. هو في الاخر يطلع لي ايه؟ شويه اسلاك اهو عليها ايه بقى؟ الشويه الوحيد والايه؟ والاصفار دول. دول يدخلوا على مين؟ على المايكرو كنترولر. يبقى كان الحراره لو كانت مثلا 18 درجه هيطلع لك قصادها فولت يقابل ال 18 درجه فولت، اللي هو 2.5 2 وربع كده. هيدخل على الدايره دي يحوله الى ايه؟ الى وحيد وايه؟ واصفار. بقت الوحيد والاصفار عند مين؟ عند، يبقى كده المايكرو كنترولر عرف الحراره دلوقتي كام؟ صح؟ وانا لو دوست على الريموت كنترول اللي في ايدك بقى وكتبت رقم زي 23 درجه، مش انت بتظبط كده تقول انا عايز الحراره على كام؟ ففي عندك ادي ريموت كنترول اهو اللي في ايدك بقى انت ده، هتدوس على رقم 23 او يعني تكتب الحراره انك عايزها 23، هتلاقي في المقدمه بتاع الريموت كنترول كده حته مخفيه انت مش شايفها قوي، وفي حته قصادها هنا في البورده فوق برده مش شايفها قوي، اللي هي زي التلفزيون بالظبط كده. تمسك الريموت بتاع التلفزيون وتظبطه توجهه ناحيه التلفزيون، بتلاقي جوه الشاشه في حته ايه؟ منوره صغيره كده، دي بيسموها الانفراريد ريسيفر. وعندك في الريموت في حاجه اسمها ايه؟ انفراريد ترانسميتر. لما بتدوس على رقم 23 او تكتبه بيطلع كود بتاع 23 من خلال الانفراريد يجي لك هنا، يتخزن هنا وجوه حاجه اسمها الميموري بقى، الذاكره اللي جوه ده. يبقى الراجل ده عنده كام معلومه دلوقتي؟ 2. المعلومه بتاع درجه الحراره اللي جايها له دلوقتي، والمعلومه بتاعت مين؟ السيت بوينت اللي انت قلت اظبطها. هو يعمل ايه بقى؟ يشوف الفرق بين الاثنين دول كام بقى، ومنه يستنتج هو عايز يبرد ولا عايز يسخن. يقوم يدي اوردر لمين؟ للكمبريسور. يا الكمبريسور يشتغل تبريد يشتغل ايه؟ تكييف. فهيبقى جوه هنا في برنامج بقى مكتوب، برنامج اللي هو بيسموه السوفت وير بقى، بيكتبوا برنامج يعمل الحركه دي. لما البرنامج يشتغل ويطلع قرار انه عايز يبرد او يسخن، القرار هيطلع ديجيتال ولا انالوج؟ يعني انا عايز ابرد بنسبه كذا او اسخن بنسبه كذا، دي هتطلع لي ديجيتال ولا انالوج؟ ديجيتال، لان هو كله شغله ايه؟ يبقى طبيعي لازم احط ايه وراه؟ ديجيتال. ديجيتال تو انالوج، يبقى لازم في بلوك تاني اسمه ايه؟ ديجيتال تو انالوج كونفرتر، ياخد القرار بتاعك ويطلعه لي في صوره انالوج. الانالوج اللي خارج هنا الفولت بتاعه كام والامبير بتاعه كام؟ قليل، لان كل الدوائر دي بتاعتنا دوائر صغيره قوي يعني، فلازم التيار والفولت بتاعها يبقى ايه؟ محدود. فيطلع لي هنا فولت الرينج بتاعه من 0 ل 5 فولت مثلا، والتيار بتاعه 20 30 مللي امبير، يبقى الباور بتاعته كلها كام؟ يعني الرينج من 0 ل 5 فولت والرقم بتاعك من 20 30 مللي امبير، ده انت بتتكلم في حاجه زي ايه؟ نص واط، مفيش حتى نص واط يعني، حاجات قليله قوي، 1/10 واط ولا حاجه. بينما الكمبريسور شغال كام لسه قايلين من شويه؟ انت بتقول كده الكمبريسور بتاعنا احنا حصان ونص مثلا، يعني التكييف بتاعك يعني انت بتتكلم في كيلو وربع واط. يبقى لازم في موديول هنا هيعمل ايه بقى؟ اللي هو بيسموه بقى باور الكترونيك. في موديول هنا خاص هيعمل ايه؟ هيمسك الباور القليله دي ويطلع منها حاجه تعمل ايه؟ تشغل لي بقى الكمبريسور بالباور العاليه اللي عايزها. اهو انت عندك في الحته دي بقى بتاع كرسين الكترونز، يعني في الباور الكترون. تسمع بقى حاجه اسمها السيريستور والايه والانفرتر، هتسمع حاجات كتيره بتوع اتصالات ما بيسمعوش عنها قوي. فده جزء كبير عندك انت، وهو بس ايه يعني، عشان انا مش بصعب عليك الحاجه، انا بس بقول لك يعني الفيدباك اللي عندي، يعني ان الكورسات دي برضو الناس اللي بتدرسها عندك منها في السوق كتير عايزاك تبقى بليفل عالي شويه، فبيبقى تعاملهم معاك صعب حبتين، يعني الكلام واضح اهو. خلاص الناس بتوع الباور الكترونكس بالذات في الحته دي بيبقوا عايزين يطلعوك يعني بروفيشنال زي ما بيقولوا يعني. فالكورسات عندهم ايه؟ تقيله شويه، وهم برضو تعاملهم مع
مع الطلبه ماشي ايه، بس ما بقولوش الكلام ده عن ثاني يعني يعني فايه، فبس انا بجهزك نفسيا لايه، انك انت قصاد الحاجه اللي هتكسبها كتير كعلم وكسوق استحمل بقى خلاص، ما تجيش ساعتها وتقعد تقول ايه يعني ما كنت تجيبوا لنا دكتور طيب زي الدكتور احمد اللي عمال ايه كلمنا زي الحواديت كده ومش عارف واعمل خلاص. ده الراجل انت تبقى في سنه ثالثه وعايز تتخرج، يعني مش هيقعد يتدلع معاك بقى، يعني مش هيقعد يتكلم معاك كلام اللي هو ايه عايزين نعمل عايزين نساوي، ده الراجل عايز يعلمك كورس تشتغل بيه خلاص. فلازم هنا هيديك حاجات تقيله شويه وهيتعامل معاك برده بتقل شويه، فانت ايه يعني استحمل بقى، ما تقعدش ايه ساعتها. انا لو مكانك استحمل لانه هيعلموني كويس، وانا عارف قيمه الكلام ده في السوق على فكره، عشان كده بشجعك عليه، يعني الكلام ده قوي 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 في السوق خلاص. فانت برضو لو مشروع التخرج بتاعك حبيته انه يبقى حاجه فاليبل خليك في الاتجاه ده. صعب اه صعب مفيش كلام، يعني صعب ريليتيف لمشاريع تانية، بس في الاخر في السوق حاجه شديده يعني مطلوب يعني، فخليك في الاتجاه ده كده شويه يعني. برضو الناس بتوع الاوتوموتيف زي فاليو واي بي ام، الناس اللي عماله تاخد ناس بفلوس غاليه دي، بيعوزوا الناس اللي هي انت عايز تتحكم في مواتير العربيات، مش في بورده جوه العربيه الحديثه بقى دلوقتي كده اللي هي بتقيس كل حاجه جوه العربيه، الضغط ومش وبتقيس الضغط اللي جوه الكاوتش ومش حاجات كتيره، في الاخر عايز تعمل حاجه بيها اوتبوت، يطلع اوتبوت يمشي العربيه ازاي يعني، فكل ده مطلوب. فانت انت في حاجات مطلوبه بقوه في الاتجاه ده يعني، فانت يا ريت تحرص عليها. انما طبعا في كورسات ثانيه ماشينز وباور واللي هي بتاعت الكهرباء دي موجوده، بس انا بقول لك الحاجات اللي هي برضو ايه يعني الناس دايس عليها شويه اليومين دول يعني. طيب هنعمل ايه احنا بقى عشان نتنقل من هنا لهنا بقى؟ خلي بالك انا مشيت معاك اهو حته من قدام وحته من ايه؟ من اخر السيستم، انت عايز تتدخل بقى. فبقول لك يبقى انت الاول حاجه جاي لك حراره وعايز تحولها لفولت اصلا. يبقى اول حاجه بيجيبوها بحاجه بيسموها السنسور بقى. السنسور ده ديفايس بيحول الحاجه اللي فيزيكال الى حاجه الكتريك. خلاص؟ انت بتلاقي حاجه كده جوه التكييف مش شايفها قوي، اللي هي حاجه مدلدله صغيره قوي كده، اللي هي بتقيس بتحول الحراره دي، بتقيس بالحراره دي وتروح مطلع لك ايه؟ مطلع لك هنا الكتريك سيجنال بتتناسب مع درجه الحراره. خلاص؟ خلي بالك بس زي اللي في السقف، بس مش شايفهم انا هنا دول، اللي هو اللي بيسموها السموك ديتكتور. تلاقي كده في السقف احيانا حاجة نازلة من السقف، أول ما الدخان يطلع لليفل معين تلاقي فيه ألارم بتاع صوت وطلع كده وإيه، وبخاخات الماية ابتدت تشتغل لمدة معينة من الزمن وبقى عشان تطفي الحريق مثلا أو الدخان أو حاجة زي كده. ده اسمه سنسور، بيحس بالدخان فيطلع لك فولت. في قيس على كده بقى البريشر، السبيد، الفورس، الفلو، كل ده بيقيس حاجة اسمها إيه؟ سنسور. إحنا عندنا بنقيس حاجة اسمها إيه في المثال ده؟ تمبريتشر، ده موجود في مصر كتير برضه التمبريتشر سنسور. بيطلع لي بقى الكتريك سيجنال عباره عن ايه؟ يا ريزيستنس تتغير مع الحراره. يعني كل ما درجه الحراره تزيد او تقل الريزيستنس بتاع الاليمنت ده تعمل ايه؟ تزيد او تقل. او كاباستنس او اندكتنس او تشارج او فولت او كارنت. كل دول موجودين. اللي موجود بكثره في السوق المصري اللي هو مين؟ اللي هو بيطلع ريزيستنس مع الحراره. وفي على فكره حاجات اللي هي بيسموها الفوتو الكتريك ريزيستنس اللي هي بتحس بالضوء. امال هو الباب بيفتح ليه اول ما تقرب منه يعني؟ خلاص يعني اول ما تقرب كده من الباب في الحاجات بتاع البنوك وما اعرفش ايه تلاقي الباب اتفتح. طب هو عارف منين يعني؟ جاب صوره يعني لقط ليك صوره؟ لا، ده هي دايره بتحس ان في حد قطع خط الضوء. يعني بيبقى في ترانسميتر بيروح باع الضوء وفي ريسيفر بيرفلكت مين؟ الانعكاس بتاع الضوء. لو واحد وقف في النص ايه اللي بيحصل؟ الانعكاس ده بيتقطع، فكانه عايز حاجه تحس ان في حاجه وقفت في سكه الضوء ده. فده بيجيبوه سنسور بتاع مين؟ بتاع ضوء. بيعمل ايه بقى السنسور ده؟ بيحول اي حاجه انت فيزيكال الى حاجه ايه؟ الكتريك. هل انت كل دول عايزهم؟ لا، انت مش عايز غير مين؟ الفولت. يبقى لازم في دايره هنا تحول اي حاجه مش فولت الى ايه؟ الى فولت. بيسموا الدايره دي سيجنال كونديشن. كل ده جوه البورده بتاع التكييف اللي احنا بنعملها حته حته دي. يروح مطلع لي هنا بقى فولت يتناسب مع مين؟ مع درجه الحراره. لو مشيت معايا في الشرح ده قلت لك ارسم بقى الفولت مع الحراره مع التايم،
يطلع شكله عامل ازاي. يعني لو انت ماشي كده من الاول للاخر الحراره اهي، الحراره الحقيقيه اهي مع الزمن، الفولت اللي يخرج هنا مع الزمن يبقى رسمته عامله ازاي. شبه دي بالظبط، فيما عدا ان الاكس ده بدل ما هو حراره هيبقى ايه؟ هيبقى فولت. مش كل اللي بتعمله بتحول الحراره الى مين؟ الى سيجنال، والسيجنال بتحولها الى ايه؟ الى فولت. فيطلع لك هنا فولت اهو، يطلع ينزل كده. وال 23 درجه دي او ال 22 درجه دي تكافئ ايه في الاخر؟ فولت برضه. سي مثلا 3 فولت، سي ان هو 3 فولت، يبقى الاشاره دي لو جت ودخلت هنا على الاي 2 دي ده اهو، وبعد التحويله دي طلعت 4 فولت، يبقى الكنترولر هيفهم ان هي اعلى من كام. يعني انت عارف ان انت عامل الديزاين بحيث ان ال 22 درجه تقابل كام؟ 3 فولت. يبقى ده لما يقيس 4 فولت هيفهم منها ايه؟ ان انا اعلى من ال 22 درجه. يبقى الاوردر اللي هيطلع ايه؟ قلل بقى درجه الحراره عن طريق انك تبرد، يعني خلي الكمبريسور يشتغل تبريد خلاص. بس ممكن نعمل الكنترول بابسط من كده، بان نعمل ايه؟ نطفي ونشغل. نطفي يعني يعمل ايه؟ اول قرار ياخده نزل الحراره شويه ويرجع يقيس خلاص، وبعدين ينزل شويه ويرجع يقيس خلاص، لحد ما يحس انها بدات ايه؟ تقل تحت ال 22 ويرجع يعمل ايه تاني؟ لا زود. طب في كنترول احسن من كده اللي هو يعرف الفرق كام بقى؟ يعني بدل ما يقعد يشغل ويطفي كده يعمل ايه الاول؟ يقيس الفرق ده كام؟ لو الفرق مثلا 1 فولت يقول لك اشغل الكمبريسور لمده دقيقه. لو الفرق ده نص فولت اشغل الكمبريسور كام؟ نص دقيقه. فده ده شغل الكنترول بقى، تشغل الكلام ده قد ايه؟ اللي هو برنامج موجود جوه مين؟ جوه المايكرو كنترول اللي هنا ده، اللي هو انت هتدرس بقى كورسات كنترول، وبعد ما تدرسه عايز تحوله الى صوره برنامج. خلاص؟ القصه اللي انا برسمها دي كلها دي موجوده في الشركات الصناعيه تحت اسم مثلا حاجه اسمها البي ال سي. وانت بتوع باور هيسمع على ده كتير برضه. اللي هو الباور اللي هو بيسموه بروجرامبل لوجيك كنترولر. ده موجود بقى في شركات الغاز الطبيعي، شركات البترول، الحاجات اللي فيها كنترول كتير بيستخدموا اجهزه جوه الحاجات اللي زي كده. فانت دورك احد ادوارك يعني انك انت يبقى عندك بي ال سي تبرمجه او تصلحه. واحد الادوار الاقوى انك انت الديزاين ايه؟ بي ال سي بتاعنا بقى، يعني نفسنا في الاخر نطلع البي ال سي بتاعنا احنا. فهي فرصه كويسه، نتمنى ان المسؤولين عن القرارات الاستراتيجيه دي يعمل يعني زي ديبارتمنت كده كامل، ما دام هيشتغل بقى في الشركات العربيات اللي بالكهرباء هنفتح يعني، يبقى بالمره الناس بتوعنا يعملوا ايه؟ يعني ياخدوا كده فرصتهم انهم يعملوا ايه؟ يعملوا البي ال سي المصري، يعني مش لازم كل حاجه اروح اجيب انا البتاع واركبه واخلص، يعني ما انت عايز في الاخر برضه تعمل ايه؟ تعمل قاعده صناعيه بتاعتك، يعني بتوع البي ال سي دول لو قفلوا عليك البي ال سي اللي هيحصل؟ انت هتقف يعني ما فيهاش كلام يعني. اللي هي زي قطع الغيار، زي الصين ما ضربت اليومين دول العالم كله في ان هي منعت شويه ايه؟ شويه حاجات من اللي بتخرج من عندها، المصانع الثانيه وقفت بناء على كده. هي حرب بين امريكا والصين واحنا قاعدين نتفرج. احنا شغلتنا الحمد لله كلها قاعدين ايه؟ تيجي دلوقتي شركات الاستيراد بتحاول تجيب حاجه تقول لك قدامك ثلاث اشهر قبل ما تيجي. ليه يا عم بقالك ثلاث اشهر؟ ده حتى طلعت والله الناس الازير. الازير اللي بيلحموا بيه الاسلاك جوه البوردات دي. خلاص احنا ما بننتجوش، فلما عملوا الحركه دي بينهم الازير ده وقف استيراد، قعد يقول لك بدور على الازير مش لاقيه. شوف احنا وصلنا الهافه لحد فين، يعني حتى الحاجات اللي بنلحم بيها دي وبنعمل بيها مش عارفين نلاقيها. فانت قاعد تحت رحمه الناس دي خلاص. لازم يجي لنا دور ونفوق، يعني تعمل الحاجه بتاعتك بقى. فما يعني نفسنا فعلا الناس تصمم الدايره. وانا بقول فرصه والله ان هم داخلين بقوه بقى ناحيه مين؟ الحاجات الصناعيه الاكثر تعقيدا دي. خد فرصتك بقى ومن حاجه للاخر يعني. نتمنى من الله كده. انت دورك ايه طيب عشان تقول طب انا مالي ومال الكلام؟ انت دورك بتتعلم. خلاص بتتعلم طول الاربع سنين بتوع القسم، بتتعلم الحاجات اللي تاهلك ان لما ربنا يكرم البلد دي بناس تفكر انها تعمل حاجتها يلاقي المهندسين اللي ايه؟ اللي يعرفوا يعملوا كده. خلاص مش انت تقول من دلوقتي ده هي ضايعه والدنيا انا مالي ومال الكلام ده، انا كل دور يعمل صيانه. خلاص السيستم وقف، نقعد ندور هنعمل له صيانه ازاي.
يعني لما ربنا يكرمنا ونطلع بنعمل ديزاين بقى، يجي يدور على المهندس اللي فاهم يقول لك مش لاقيه. يبقى بدل ما نستورد منتجات بنستورد مين بقى تاني؟ بالعكس، المهندس بقى هو اللي يعمل الديزاين. طب ليه بقى؟ يعني خلينا نتعلم احسن كويس ونبذل مجهود عشان ربنا يحاسبك في الاخر على انك انت في هندسه. انا دايما بقول للطلبه كده، حساب المهندسين عند ربنا اكتر بكتير من اي حد تاني، خلاص. والناس المهندسين اللي هم برضو في القطاع بتاع التكنولوجيا حسابهم عند الله اشد من اي حد تاني، خلاص. لان انت بتتحاسب على قدر العلم اللي ايه، انت تقول انا اتعلمت وعملت اللي عليا بس ما لقيتش فرصتك، خلاص يبقى عذرك عند ربنا موجود، محدش قالك حاجه يعني. انما ما تتعلمش عشان انت فاهم انك ايه يعني قدام مش هتلاقي العلم بتاعك ده حد يستفيد بيه، ده دي مش حجتك، مش تنفع تبقى حجه. اتعلم كويس وخلاص، هو يستفيدوا بعلمك خير وبركه، ما استفادوش يبقى هم المسؤولين بقى مش انت. فرجاء لي شخص ليك يعني، ابذل مجهود طول ما انت بتتعلم، ما تستخسرش الوقت في الكلام ده كده. واضح كده يا جماعه؟ طيب من هنا لهنا بقى انت تلاحظ ان في حته في النص احنا خلاص بنقفل السيستم. اعمل انا دوتد لاين، يعني معناها ان الوصله دي مالها شكلها كده عايزه تتعدل، مش هينفع ادخلها كده دايركت. ايه بقى مشكلتها؟ تعال نشوف ليه كون في الحته دي اللي هي بقى هتلفت نظرك للكورس بتاعك. ليه الحته دي بقى مش عايزين يوصلوها قوي كده؟ هو انا لو جبت لك مثال، مثلا اكزامبل اهو، عندنا حاجه اسمها ثيرمو كابل، ده موجود في السوق المصري كتير، ده سنسور بيقيس درجه الحراره. وعلى فكره الناس بتوع قسم الطيران هم اقوى ناس في الحته دي، لانه ده ماتيريال اكتر من انه حاجه تانية. ده لا هو باور ولا هو اتصالات ولا هو اي حاجه، ده علم اللي هو بيسموه علم المواد، يعني بيجيب مواد شكلها ايه عشان تعمل الحركه دي. احنا مش بتوع علم مواد، احنا ولا انتوا بناخد السنسور بس على الاقل وانا بشتريه ابقى عارف بشتريه ازاي بقى. يعني ما يجيبش واحد سنسور مثلا، يشتري سنسور والداتا شيت بتاعته او الكتالوج بتاعه بيقول له انه شغال في درجات حراره من ناقص 50 لحد 10 درجات مئويه، يقول لك اشغله في التكييف. يا ابني ده انت التكييف بتاعك عايز يبتدي درجه حرارته من كام؟ من 15 18، جايب لي انت سنسور بيقيس حراره من ناقص 50 واخره كام؟ 10. طب هيقيس لك ايه ده؟ يعني هيطلع لك ايه في الاخر؟ ما انت مش شغال في الرينج بتاعك خالص خالص يعني. فعلى الاقل تعرف الايه؟ الحاجه اللي انت بتطلعها، وبعدين تجيب سنسور ومن غير ما تقرا البيانات بتاعته طلع انه بيطلع ريزيستنس، مش بيطلع مين؟ فولت. تروح انت عامل ايه بقى؟ بقدره قادر كده حاطط لي ده كده وموصله دايركت. يا ابني هو انت مش تشوف الاول هو مطلع ايه؟ يبقى لازم تقرا الحاجه اللي بتشتريها، تقرا البيانات بتاعتها الاول يعني، اللي هي معظم الطلبه بيهملوها اللي هو بيسموها الداتا شيت. لازم تقرا الداتا شيت بتاع الحاجه اللي انت بتشتريها، خلاص. وبرده يعني زي ما كنت بقول بتوع قسم الاتصالات، ما تروحش تقول للراجل اللي في السوق المصري هنا ده اديني سنسور من اللي بيطلع فولت يتناسب مع الحراره. ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ ايه اديني سنسور من اللي بيعمل كده؟ انت جيب الكلام ده من النت كده بارت نمبر، لازم تقول له، تروح تقول له ايه؟ اديني سنسور اللي رقمه كذا. هو ملوش دعوه باللي انت بتجيب الرقم ده وتعرف تفاصيله انت بقى، وتقول يناسبك ولا ما يناسبكش. فمن ضمنها السيرمو كابل ده اللي موجود عندنا في السوق 40 مايكرو فولت لكل درجة حرارة. هو بيطلع كده. تعالى بقى شوف مشكلته ايه لو انت جبته من غير ما تحس كده ووصلت. ماشي كده؟ لو فرضنا مثلا ان هو بيعمل كده بقى، يبقى عندي 20 خليها 30 درجة مئوية، هيديني كام؟ هيديك 1.2 ملي فولت. خلي بالك بس عشان كده بقول لك الرينج بتاع الارقام واليونتس لازم يبقى في دماغك. اوعى اشوف رقم قدامي في ورقه الاجابه من غير يونت، خلاص. اليونت بتاعت الرقم اهم من الرقم نفسه. هتقول ملي فولت ولا مايكرو ولا فولت ولا شكله ايه؟ نشوف يعني، ما يعني لازم نبقى عارفين ايه اللي بيطلع ده. فطلع لي 1.2 ملي فولت. طب ايه اللي انا بقى الحاجه الصعبه اللي طالعه في الرقم؟ تعالى بقى في المقابل اهو، الاي تو دي اللي انت شاريه، شغال من 0 فولت ل 5 فولت. يعني اقل فولت كام؟ 0 واعلى فولت كام؟ 5. طب الزيرو لما يدخل يطلع هنا ايه على الداتا لاينز دي؟ 0 صح؟ ال 5 فولت تطلع ايه؟ ان كل البيتس طالعه ايه؟ وحايد.
مش احنا قايلين هنا طالع اربع اسلاك او خمس اسلاك او ست اسلاك ايا كان يعني. فاذا فرضنا ان انا اشتريت اي تو دي 8 بت اسمه كده 8 بت عشان تفهم كلمه النمبر بيتس ده بيفرق معاك ايه. لو انا جبت اي تو دي طالع منه سلكتين اتنين بس كده وكل سلكه بالاتنين دول يا زيرو يا 1 يبقى عندك كام احتمال؟ اربع احتمالات يا زيرو زيرو يا 1 زيرو يا زيرو 1 يا ايه؟ يبقى كانه قسم الرينج بتاع الفولت اللي داخل لكام حته؟ اربع حتت صح؟ يبقى كانه قسم درجه الحراره بقى اللي هي من الاول للمينيمم لحد الماكسيمم لحد كام؟ ليفل برضه 4. هل انت تقبل ان درجات الحراره بتاعتك من 10 درجات مئويه لحد 50 درجه مئويه اللي هم 40 درجه يعني لما اقسمهم على اربع حتت يبقى كل حته بكام؟ ب 10. يعني لو انا التكييف قرا 10 درجات امتى يحس بفرق تاني؟ لما يبقى كام؟ 20. يعني كانه يا اما 10 يا اما 20 يعني لو درجه الحراره 11 مش هيشوفها 12 مش كده يعني. لو الكلام ده مقبول ليك يبقى تجيب اي تو دي كام بيت فقط؟ اتنين. لو مش مقبول هتعمل ايه؟ لا زود الاثنين خليهم كام؟ ثلاثة مثلا. لو خليتهم ثلاثة يقسموا لك البتاع لكام حتة؟ لا اذا كان الاثنين كان مقسمها أربعة يبقى الثلاثة يقسمها ال امشي كده اللي هي كنت بتاخدوها زمان في سنة واللي هي باين اسمها التباديل والتوفيق تلاقي يطلع 8. لو 4 يطلع كام؟ 16. فانت هتاخد في كورس اللوجيك اللي هتدرسه بعد كده ان العدد 2 اس ان يعني لو عدد الخانات او عدد اللاينز 4 يبقى يديك 16. لو عددهم 5 يديك كام؟ 32. فلو عددهم 8 يديني كام بقى؟ 256. مش كده هقسمهم 256 ليفل بالفولت بقى يبقى الليفل بكام؟ هو كده درجات الحراره كانه قسمها كام حته؟ 256. درجة الحرارة دي الدقة دي كويسة ولا وحشة؟ كويسة قوي. واحد هيقسم ال 40 درجة إلى كام مستوى؟ 256. يبقى المستوى الواحد بكام؟ ده بأقل من ربع درجة. يعني كأنك أنت لو درجة الحرارة 10 لو درجة الحرارة بقت 10 وواحد من 10 هيحس بيها. طبعا التكييف هنا يبقى غالي صح؟ التكييف هنا غالي. لو السوق اللي مش مستوعب الثمن الغالي ده تعمل إيه أنت؟ والله يقللوا بقى شويه. انما لو انت بتعمل التكييف ده لحاجه جوه اللي بيسموها الافران بتاع معامل التحاليل الطبيه اللي هو بيحطوا فيها العينه، هل ينفع تقبل ان درجات الحراره تتغير بالثلاث اربع درجات مثلا؟ لا. يبقى ساعتها تحط اي تو دي بكام؟ ب 10 بيت بقى ولا 20 ولا الثمن هنا يستحمل. انما التكييف اللي بيبيع منه الافات عايز ثمنه ايه؟ يرخص. فممكن يجيب اي تو دي كام بيت بس؟ 3 4 حاجات بسيطه يعني. فإذا فرضنا كده بقى إن أنا حطيت في المثال ده 8 يبقى الليفل الواحد بكام؟ ال 5 فولت هيتقسموا كام حتة؟ 200 كام؟ 56. يبقى الجزء بكام؟ الرينج اللي هو قصدي أنا لو الدرجة لو الفولت بيتغير من 0 إلى 5 هيحط كده خطوط كام واحد؟ 256. خلاص؟ يبقى الواحد من دول بكام؟ 5 فولت على كام؟ ابروكسيمتلي هتطلع تقريبا 20 ملي فولت. لو حسبتها يعني تطلع 20 ملي فولت. يعني معناها لو اللي داخل هنا زيرو اديني كله زيروز. امتى يخلي اول واحده واحد والباقي اصفار؟ يعني ينقل اول خطوه امتى؟ لو الفولت اللي دخله كام؟ 20 ملي فولت. بص بقى حضرتك اهو لما درجه الحراره 30 طلعت انت كام؟ يعني الاي تو دي هينطق ولا مش هينطق؟ مش هينطق. يعني يفضل مطلع كام؟ اصفار. لانه عشان يطلع اول حاجه لازم يجيب كام فولت؟ 20 ملي فولت. يعني يبقى انت الاوضه سخنه مولعه والتكييف عارض كام على الشاشه؟ صفر. الاوضه قدامك واصله درجه الحراره 50 و60 وقربت توصل لدرجه الغليان والتكييف بتاعك عارض كام على الشاشه كده؟ صفر درجه. بسبب اختيار الخطا بتاع مين؟ بتاع الدايره بتاعتك. كده معناها لازم تحط ايه؟ امبليفاير. يبقى لازم اعمل هنا يبقى احد الحاجات اللي بتعوزها بقوه هنا مين؟ امبليفاير. حاجه تكبر الاشاره بقى. خلاص؟ اخر بلوك بقى بنحطه هنا اهو. الاشاره اللي انت مرسومه قدامك دي كلها بيسموها كلين سيجنال. كلين يعني ايه؟ يعني اشاره ما عليهاش حاجه ايه؟ غير الاشاره بتاعتك انت بس. لكن الجو اللي حوالينا كله مليون بحاجه مهمه قوي هتدرسها انت برضو اسمها ايه؟
او هتشوفه في كورسات كتير اسمها ايه؟ النويز. بتوع الكهرباء واتصالات وطبيه وحاسبات عندهم وجع دماغ في دماغهم اسمه ايه؟ النويز. دي اكتر حاجه بتضايق الانجينير بتوع التكنولوجي. كل الوسط اللي حواليك مليان نويز. يعني لو قدر ليك شوف على الاسلوسكوب في المعامل الكهرباء بتاعتنا اللي هي في البرايز الكهرباء دي المفروض ان هي مكتوب عليها كام؟ 220 فولت 50 هرتز. يعني المفروض لما اشوفها على الاسلوسكوب الاقيها عامله كده خلاص؟ ان دي البيريود دي 20 مللي سكند والامبليتيود ده كام؟ 220 جذر 2. لان 220 دي اسمها الار ام اس الروت مين سكوير. خلاص ده انتوا بتوع باور بقى، ده الكلام ده عندك لازم يبقى ستريت فورورد. 220 دي اللي اسمها ايه؟ الار الار ام اس. فالبيك بتبقى كام بقى بالنسبه للساين ويف؟ 220 الار ام اس جذر 2. فيطلع لي 220 جذر 2. ده المنظر اللي المفروض تشوفه، لكن لو دققت النظر بقى هتلاقي البتاع ايه طالعه عامله كده كده. اللي حواليه ده اسمه ايه بقى؟ نويز. خلاص اكتر حاجه بتضايقنا هي موضوع النويز ده، لازم يشوفوا له حل لانه بيبوظ الاشاره بقى. لان فور اكزامبل مثلا النويز دي مصادرها كتير قوي. احد الامثله المشهوره قوي، انت السلك الكارت بتاعك ده كله موجود جوه التكييف اللي في السقف، مش ماشي جنب اللي كده جنبيه في الحيطان، يعني خط كهرباء اللي هو شايل 220 ده ماشي جنبه. فلو عندك سلك اهو ماشي فيه 220 فولت 50 هرتز خلاص، اول ما يبقى فيه كارنت ماشي في السلك بيعمل حواليه ايه؟ ماجنتيك فيلد. صح، الماجنتيك فيلد ده لو قطع السلك اللي في البورده بتاعتك انت يعمل ايه؟ مش اتخدت كده؟ يجنريت اي ام اف. صح، تعتمد على قرب السلك ده منين؟ من السلك. المهم هيجي لك هنا سيجنال، سيجنال بتاع الحراره بقى ولا جاي من 220 اهو ده نويز. يبقى لو جات لك الحراره 20 درجه او 30 درجه النويز ممكن الراجل ده يقراها كام؟ يقراها 18 نزلت. يبقى التاني ده يفهم ان هي اقل من ال 22 ولا اعلى؟ اقل. يقوم يعمل ايه؟ يعلي الحراره. ده الحراره اصلا جايه لي يقوم عمال يعلي. انت عمال تقول له التكييف برد وهو عمال يعمل ايه؟ هو عمال يسخن زياده بسبب مين؟ النويز. عايز يشيل النويز. يشيلها ازاي؟ بيحط بلوك اخير هنا اسمه ايه بقى؟ فلتر. اسمه فلتر. انت كتير بتشوف الكابلات الباور بتاعت الجهاز الكمبيوتر مثلا بتلاقي كده بعد الفيشه دي بتلاقي بتاع كده مكببه خلاص، اللي هي بتاع الايه حاجه كده مصمطه فوق الكابل تخينه كده شويه خلاص. كتير مننا مش عارف بتعمل ايه، وبعض الناس اللي مش فاهمه خالص روح قاطع البتاع يقول لك ده مضايقانا، يروح قاطعها خلاص وموصل الفيشه بتاعته بعديها. يعني ليه يا ابني عملت كده؟ يقول لك اكل كعه حاطينها لي، مش يعني مش عارف بتعمل ايه. دي فلتر. فلتر ليه بقى؟ بيقول لك ان الكهرباء اللي جايه لي من برايز الكهرباء عليها المشاكل دي، الجهاز بتاعي يتاذي بيها، يقوم يعمل ايه؟ يحط في السكه بتاعتها ايه؟ فلتر. يعمل ايه؟ يشيل بقى الشوشره دي، يطلع لك سيجنال نظيفه شويه. انت بقى يعني مش فارقه معاك اقطع وايه ووصل. لا، زي كتير مننا في البيوت يجي له الجهاز الفيشه اللي فيه الثلاثيه دي خلاص، هو منكده عليه عيشته بقى، يعني يجيب لها ادابتور منين ومش عارف يعمل لها، يقوم يعمل ايه؟ يروح قاطع الفيشه الثلاثيه دي خلاص، وجايب لك فيشه بفتحتين اتنين بس. ليه يا ابني عملت كده؟ يقول لك انا هنوجع دماغنا ليه؟ الفيشه الثلاثيه دي من اهم الفيش، والبرايز الكهرباء اللي فيها ثلاث فتحات دي من اهم البرايز. ده عند الناس اللي بتفهم، لكن احنا معظمنا بما فيهم المؤسسات الكبيره شويه ما عندوش حاجه اسمها الارث، ما عندوش في الديزاين بتاعه، مع ان انتوا هتاخدوا في الكورسات بتاع باور عندهم الارث ده حاجه مهمه قوي خلاص، مهمه جدا. بيقعدوا يدرسوا فيها قد كده ويطلع بره في السوق ما يلاقيش ولا مبنى خلاص كده معمول له موضوع الارث ده، يقعد يتخانق الدكتور رباح عندكم يعني بيقعدوا بقى يتخانقوا، يا جدعان انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ بيجوا تحت المبنى يعملوا بير كبير كده ويحطوا فيه انواع مختلفه من الملح ويزرعوا فيه ايه؟ عمود حديد تحت، ويطلعوا منه بمين؟ بكاب بيمشوه على العماره كلها بقى او المبنى كله اللي هو اسمه العمود الصاعد ده خلاص. ده بالنسبه له اللي هو الارضي.
بيوصلوا بين مين بقى؟ بالطرف الثالث اللي في الفيج، عشان اي بقى كهرباء زياده تتسرب وتروح فين؟ تروح على الارث. الارث دي اعلى يعني حاجه ممكن تتصورها، اللي هي ليها مقاومه توصل لكام؟ لزيرو اوم، لان السطح بتاعها كبير قوي، فتقوم تسرب الكهرباء فين؟ في دي، ما يحصلش بقى اي مشاكل جوه المبنى. انما احنا بقى شاطرين في الحته دي خالص، ده في بير ولا في ملح ولا في العمود اللي تقول لك ده تكلفه بتاع بتكلفه بتاع 100,000 جنيه، طب انت بتستخسر 100,000 جنيه في برج مالي مش عارف مالي بكذا مليون. الحاجه الوحيده الناس اللي بيراعوها الناس بتوع الحاجات الطبيه، بيخاف بقى لان دي بالنسبه له ايه؟ سيفتي. يعني واحد في اوضه العمليات والكهرباء جت زياده شويه جنب البرايز اللي هو شغال منها الاجهزه بتاعته، هيكهرب الراجل العمال يعالجه تحت ده؟ يعني مش حاططه لي على جهاز ورسم قلب ومش عارف حاططه لي على جهاز اشعه، وفي الاخر خالص تبص تلاقي الكهرباء جت ناحيته وهو وقاعد بقى يعني لازم يسرب الكهرباء دي بره، فيها موت وفيها ما فيهاش كلام يعني. انما انت في البيت كتير بتعمل ايه؟ بتتلسع، يعني كتير منكم بيتلسع الحقيقه، يعني يخش جوه المطبخ او جوه الحمام يلاقي الغساله مش عارف ايه ومش واخد باله، خلاص فيها شويه ميه ولا ايه اللي حصل، يحط ايده يكهرب، بيقول لك ياخد باله يترعش شويه وخلاص. انما في الحاجات التانيه ده يعمل فيها مفيش فيها رعشه، دي فيها موت. فخلي بالك من الفيشه الثلاثيه دي من اخطر الانواع، يعني المفروض نشتغل صح. نتمنى من الله ان الرولز تتطبق، يعني ان هو ايه يهتموا بالحاجات دي اكتر من اهتمامهم بقى بحاجات تانية. انما دول يحطوا الرخام 10 على 10 والبويات اللي مش عارف ايه 10 على 10، طب وسايب لي بقى مين في الاخر؟ السيفت بتاع الكهرباء. يعني دي من الحاجات الخطيره جدا اللي هم الناس بتهملها يعني. وبتوع باور يشدوا في شعرهم بقى ويتخانقوا، يا جدعان ولا حد بيسمع لهم مصايب. واحيانا يكون عنده جهاز ب 3 4 مليون جنيه جوه، وحاجه زي الحركه دي تحرق له الجهاز. يعني انت قصاد 100,000 جنيه ما يعني مش هين عليك تدفعهم، تضيع الجهاز ب 3 4 مليون جنيه جوه المكان. فالارث ده من الحاجات الخطيره جدا اللي لازم تتراعى. ده اللي بيسربوا عليه الحاجات اللي زي اللي انا بقول لك عليها دي. فده دور مين بقى؟ يعني ان الفلتر يركب في الاجهزه صح. فعندنا كل البلوكس دي مطلوب كده، انت عملت بورد التكييف مظبوطه 10 على 10. احنا بقى بنديك الكلام ده ليه؟ مش عشان عندنا وقت يعني، بس عشان نقول في الاخر ان جوه السيجنال كونديشننج ده في بلوك مهم اسمه الاوبريشنال امبليفاير. خلاص؟ جوه الامبليفاير في بلوك او في دايره اسمها اوب امب، جوه الفلتر في اوب امب، جوه الاي تو دي اوب امب، جوه ده في ايه؟ وديته ايه اوب امب؟ يبقى البلوك الرئيسي في الالكترونكس مين؟ الاوب امب. الاوب امب زي ما هتعرف بقى ابتدى المحاضره الجايه دي هنرسمه كده مثلث. ماشي كده؟ داخل له اشارتين، واحده اسمها بلس واحده اسمها ايه؟ هديك الكونتنت دلوقتي ومطلع لك اول. تقوم انت برضو لو زي حالتنا كده من الناس اللي هي ايه دماغها بيلعب، يقول لك ايه اللي جوه المثلث ده؟ خلاص؟ يقول لك جوه المثلث ده بقى في ثلاث دوائر ورا بعض. دايره اسمها ديفرنشال امبليفاير. خلاص؟ ودايره اسمها هاي جين امبليفاير. ودايره في الاخر اسمها ايه؟ اوتبوت امبليفاير، ورا بعض كده. تقوم انت برضه تقول ايه تاني؟ ان شاء الله بقى الديفرنشال امبليفاير ده عباره عن ايه من جوه؟ او ده او ده؟ يقول لك ده جواه حاجه اسمها ايه؟ ترانزستور. خلاص؟ يبقى جوه الحاجات دي في حاجه اسمها ايه؟ ترانزستور. نقول لك الترانزستور ده كومبوننت بثلاث رجلين. خلاص؟ ده ديفايس بثلاث رجلين. تقول لي والله ده انا بقالي من ساعه ما دخلت الكليه دي لحد يومنا النهارده ما شفتش غير الاليمنتس اللي برجلين اثنين، اللي هم مين بقى؟ الار والال والسي، صح؟ دول ثلاث حاجات انت عشت فيهم. حتى الكرنت سورس والفولتج سورس بترسمه ازاي؟ برجلين اثنين برضه، صح؟ اي كومبوننت من دول بترسمها لها طرفين يعني، بلاش بقى رجلين وايدين، دي خلينا نقول تو تيرمينال يعني. فالترانزستور 3 تيرمينال، بينما الكومبوننت اللي خدتها كانت ايه؟ 2 تيرمينال. والكومبوننت اللي انت درستها ار وال وسي ده كوندكتورز من النوع اللي هو ايه، حديد، نحاس، الومنيوم، حاجات زي كده يعني. فالحاجات اللي هي ترانزستور دي معموله بحاجه اسمها السيمي كوندكتور، خلاص مش الكوندكتور بقى، اللي هي اشباه الموصلات.
يمكن سمعت عليها متهيألي في ثانوي او حاجه زي كده بتاعت الفيزياء دي. خلاص هيقول لك في عندنا حاجه اسمها السيمي كوندكتور او البي ان جانكشن او بيسموه الدايود. خلاص وما زال الدايود ده اللي بيرسموه برضه عباره عن كده ده بكام طرف؟ طرفين اللي هو تو ترمينال. وبعدين رقوا الدايود خلوه ايه؟ ترانزستور. وبعدين ركبوا الترانزستورز مع بعض عملوا منها مين؟ امبليفاير. وبعدين ركبوا الامبليفايرز ورا بعض عملوا منها مين؟ بس كده عليك نور. يبقى احنا هندرس لك ايه بقى؟ قول لي بقى كده ندرس لك ايه عشان يعني نلم الحاجات دي مع بعض. مش خلاص الحدوته اللي قلناها خلصت، عايزين نقول هنتعلم ايه بقى عشان يعملها. يبقى انا لازم ابدا بمين الاول بقى؟ بالدايود. خلاص. وبعدين الدايود يترقى يبقى مين؟ ترانزستور. وبعدين الترانزستور يتركب مع بعضه عشان يعمل امبليفاير. وبعدين ياخدوا الامبليفاير ورا بعضه يعملوا مين؟ انا بقى بتاع الاوب امب. خلاص كده. يبقى انا لما امشي في التراك اللي هو كل اسبوعين ده اديك فيه محاضره، همشي ازاي؟ ان انا مديك بلوك اسمه ايه؟ اوب امب. بوظفه ازاي بقى عشان يعمل ايه؟ يعمل اللي مطلوب منه، اللي هو بقى يعمل زي سيجنال كونديشننج، يعمل ايه؟ امبليفاير، يعمل فلتر. خلاص عايزه بقى يعمل حاجه. وهيبقى الجزء اللي هو بيبقى بالتبادل معايا بيدرس لك ايه بقى؟ يبدا بمين الاول؟ قبل الدايود بس بسنه صغيره بيدرس لك ايه الاول؟ اسمه السيمي كوندكتور. يبقى هيبتدي ازاي الاول؟ يدي لك حاجه اسمها السيمي كوندكتور، فيطلع لك من تحت منها حاجه اسمها البي تايب والان تايب. خلاص. وبعدين يلحمهم في بعض يعمل حاجه اسمها ايه؟ الدايود. ويدي لك عليه تطبيقات اللي هو الدايود ده. وبعدين يجي بعدها في محاضره ولا كذا محاضره يحمل لك منه مين بقى؟ ترانزستور. وبعدين الترانزستور ده يجيب لك منه مين؟ امبليفاير. فبقت عندك دايره اسمها ايه؟ امبليفاير بيزد على مين؟ بتوع الاوب امب. لموا شويه حاجات من دول وعملوهم جوه دايره متكامله سموها ايه؟ اوبريشن امبليفاير. فاهم دي يا جماعه؟ يبقى هكتب لك بقى الكونتنت اهو كده دلوقتي اللي احنا هندرسها مع بعض. ساعدش بقى من المقدمة المزعجة اللي أنا عملتها دي، بس عشان في الآخر بس عارف إحنا عملنا الكلام ده ليه؟ طبعا لازم نتعرف بعضينا بقى. أنا معاك في الكورس أهو. الناس اللي هتشتغل معاك الكورس اهو. خلاص. اعمال السنه برضو عشان نبقى متفقين من مبدئيا يعني بنعمل ايه. احنا بنعمل ميد تيرم طبعا، واتمنى طبعا المعيد يبقى عنده وقت يعمل لك كويز او اثنين مثلا، بحيث تخلي الدرجه مش ايه، مش على الميد تيرم بالظبط يعني. خلاص. وكنا نتمنى طبعا لو في وقت تعمل انت بروجكت صغير يعني برضو يزود لك اعمال السنه وتعمل حاجه بايدك يعني، بس ده كله بالاتفاق بينكم مع المعيد يعني. لان الطلبه احيانا كتيره بتزعل يقول لك من اللودز الاحمال يعني، ولا وان المفروض انك تتعلم والله يعني. ما تزعلش من التحميل عليك، المهم ان هو يعني بس هو ينجح انه يبقى عنده وقت، لان الناس كلها ما بقاش عندها وقت دلوقتي. كل واحد دلوقتي بيدور على اكل عيشه فين ويعمل ايه وبتاع، فالوقت عمال بيضيق قدام الناس يعني. فانت كل ما تقدر، المعيد بتاعكم متهيألي انسان من الناس الكويسه يعني، لان هو اللي طلبني وقعد يعرفني ان الطلبه جات وما لقتش المكان او لقيت المكان وما لقيتش اللي هيشرح يعني. ففي اهتمام، استغله بقى كويس يعني حاول ايه تتعاون معاه انك انت تتعلم اكتر يعني. هات حاجات واساله فيها، تعال اسالني انا يعني، تعال قول لي هجيب دايره وعايز اتفرج عليها في المعمل، هدخلك معاملنا احنا لو معاملكم كنت ما إيه ما استوعبتكش في الحته دي يعني. قول ما حصلش الاسبوع ده ان شاء الله. لا يعني لسه بتتعدل مواعيدها واماكنها مع المندوب بتاعك. انتوا بس المندوب يتابع مع القسم ان المدرج ده مش مناسبكم. ثم قعدونا بكده قالوا احنا نتيجه الفجأة اللي عملوها ما لقوش ترتيب احسن من كده، لكن يا ريت تلحقوا تشوفوا مكان تاني. خلاص عشان بس الناس ما تبقاش قاعده متضايقه يعني. ايه الكونتنت بتاعتنا بقى اهو؟ دي اول حاجه الانترودكشن اللي احنا عملناها مع بعض دي. دي عندنا بقى بنسميها يعني سيمي كوندكتور.
السيمي كوندكتور دي تطلعك الى بي تايب وان تايب وبي تايب وان تايب ده يطلعك على حاجه اسمها البي ان جانكشن او الدايود. جوه الدايود ده هيدرس لك بقى الكاركترستيك بتاعته. بيدرس لك جواه المودلز. يعني دايما ده بقى انت مش متعود غير انك تحل مسائل فيها ار وال وسي، فلا بد اي ديفايس يدرسه يعمل ايه في الاخر، يروح يحوله لك الى ايكويفالنت سيت، فكانه يمسك الدايود بعد ما يشرحه لك وان الدايود ده يكافئ ريزيستنس وبطاريه مثلا، يبقى لما يحطه جوه الدايره هيعمل ايه؟ هيروح شايله وحاطط مكانه ايه؟ ريزيستنس، ويحل المساله على اساس كده خلاص. يبقى الترانزستور قدامه يقول لك بقى في ديبندنت سورس، هتبتدي تسمع على حاجه اسمها ايه بقى؟ الديبندنت سورس اللي كان بيجي لك في كورس السيركت على انه مرسوم ديبندنت، ده جاي منين بقى؟ ان الترانزستور طريقه تشغيله تتفهم منها ان هو ايه؟ كانه ديبندنت سورس، فيروح راسم لك دايره فيها ديبندنت سورس. خلاص؟ وبعدين يدي لك عليه ابلكيشنز، ومن ضمنها الابلكيشنز الكويسه اللي هي بتعمل بيها الادابتور اللي هو اللي انت بتشغل بيه الكاسيت او الشارجر بتاع الموبايل، ده جواه ايه؟ شويه دايودز وشويه كاباستورز وخلاص، ويعمل لك اللي هو بيحول ال 220 الى كام؟ الى 5 فولت او 10 فولت او ايا كان، اللي هو بيحول الاي سي الى مين؟ الى دي سي، ده اللي هو دور الادابتور. فكان الدايود بيخدمك هنا كويس. وبتاخد بقى دايود ثاني اسمه الزينر دايود اللي هو بيعمل ريجوليشن، يعني الكهرباء تزيد او تقل يطلع لك هو فولت ايه؟ ثابت، يعني بيقص حاجه زي كده طبعا. فده كله في اتجاه مين؟ الدايود. بعد كده يروح رايح للي هي بقى مين؟ الترانزستورز. تحديدا هيدي لك حاجه اسمها البايبولر ترانزستور، لان في واحد تاني اسمه الموسفيت ترانزستور، بس الكورس مش هيكفي بقى كل ده. البايبولر ترانزستور او اختصارا بيسموه البي جي تي، برضه هتاخد ليه الكاركترستكس. الكاركترستك دي بنختصرها احيانا كتيره الى سي اوفر سي، ده كلمه في الكتب بيكتبوها كتير كده. يبقى ده هيدي لك الكاركترستكس، وبعدين المودلز، وبعدين الابلكيشن، واخطر ابلكيشن فيهم اللي هو مين بقى؟ الامبليفاير. خلاص؟ ده التراك اللي هو بتاع الدكتوره عزه اللي هو كل اسبوعين بقى ده كده ما هتاخد فيه محاضره. طبعا بقى لما تيجي تسمع في السيمي كوندكتور ويقعد يكلمك شويه ما تقعدش بقى تسال كتير، ما خلاص احنا المقدمه قلناها بقى. فاستحمل بقى، يعني في حته فيزيكس صغيره هنا في الحته دي مش كبيره يعني، هو المفروض الكورس ده كان يبقى كويس قوي لو سبقه المودرن فيزيكس، خلاص اللي هو بيقعد يكلمك عن حاجات فيزيكس اللي بيسموها مودرن فيزيكس. احنا مش هندي فيها كتير، يعني الناس مش هتدرس هنا حاجه كتير، هي مجرد بس يديلها يقول لك في حاجه اسمها الهولز والايه والالكترونز وبيتحركوا ازاي جوه الديفايس، فبيعملوا كارنت شكله كذا، عشان يديلك ازاي الكاركترستيك دي طلعت اللي هي هيرسم لك الاي مع الفي ده اهو. يعني مثلا ده كده هيرسم لك الاي مع الفي عامله كده، اشمعنى عامله كده؟ لازم يقول لك جت منين، بينما لو كانت دي ريزيستنس كانت العلاقه هتبقى عامله ازاي؟ لينير. لو دي ريزيستنس العلاقه، فده مشكلته ان هو نون لينير، فلازم لما يجي يحل المساله يعمل ايه؟ لما يحطوه في دايره يحولوه الى لينير موديل. يعملوها ازاي؟ بيقول لك والله لو هو اشتغل في الحته دي كانها ايه بقى؟ خط، بدل ما هي اكسبوننشال يعملوها ايه؟ خط. الدايره اللي ليها خط كانها ايه؟ ليها ريزيستنس، بس هل بدات من الزيرو؟ ده بدات بعد كده، عشان كده يبقى سيريز معاها ايه؟ بطاريه. طالما الخط ما بداش من نقطه الاصل يبقى كان فيه في السكه ايه؟ دي سي فولت. هيقول لك الكلام ده في موضوع المودلز. يعني احنا بقى دورنا مع بعض اللي هي القصه بتاعتنا احنا اللي هي الاوبريشن امبليفاير بتاعتنا احنا بقى اللي هي الاسبوعين دول او اللي هي كل اسبوعين برضو عندنا توبيك كبير اسمه ايه بقى؟ الاوبريشنال امبليفاير. الاوبريشنال امبليفاير ده هناخد الاول انترنال استراكشر، فكرة صغيرة يعني هندرس فيها يعني الدائرة الداخلية شوية صغيرين، بس مش هنديها بالتفصيل لأنك أنت مش هتكون خدت الحاجات دي لسه. خلاص؟ وبعدين بناء عليه يطلع منه اللي هي بيسموها البارامترز أوف أيديال أمبليفاير. أيديال بمعنى إن مش موجود في السوق، يعني ما تروحش تقول للراجل اديني أيديال أوبام، مش عارف الدنيا اسمها إيه؟ ايديال ديفايس. احنا بنقول لو فرضنا ان البارامترز دي وصلتك الى انفينيتي وزيرو اللي هو دايما الارقام الكبيره تروح لكام؟
الانفينيتي والارقام الصغيره تروح لمين. لو فرضنا كده يبقى شكل البارامترز عامله ازاي؟ لان انت هتلاقي الاوب امب ده يعني البارامترز بتاعته فين الاقرب الى الاي، فبالتالي يبقى احسن حاجه ندرس لك ما يسمى بمين ايديال اوب امب. لكن انت لما تروح للاندستري هتلاقي الاوب امب الحقيقي هيبقى فيه انحراف شويه عن مين عن يعني لو انا قلت مثلا الامبليفاير ده الاوب امب ده الجين بتاعه مليون في الحقيقه مثلا انفينيتي قصدي هو في الحقيقه كام مليون، يبقى لما تيجي تحل المساله بقى في الاندستري هتقول ايه؟ لو الجين مش بمليون مش بانفينيتي وبمليون يبقى الايرور كام؟ يعني انا كنت حاسب ان الجين هيطلع 10 لكن لو الجين لو الاوب امب ده مش ايديال هيطلع كام بقى؟ 9.5 9.25 مثلا حاجات زي كده. يبقى ساعتها هتدرس بس شويه ايه الفروق اللي ما بين الايديال ومين والاكتر، لكن ما اقدرش انا اجي اشرح لك في الكورس بتاعك اللي هو مين بقى اللي مش ايديال، لان انت اصلا مش عارف الايديال كان شغال ازاي عشان نقول اللي مش ايديال ده يشتغل ازاي. يبقى لازم ابدا بمين بالايديال اوب امب هيعمل ايه. التطبيقات بتاعك بقى يعني بعد ما تفهم القيمه دي هتقول بقى الاوب امب از اوبن لوب، يعني لو انا حطيته في دايره بس اوبن لوب. اوبن لوب يعني ايه؟ يعني الانبوت يدخل جوه الدايره ويطلع لي اوت. امال الكلوز لوب بيعمل ايه؟ ياخد الاوتبوت ويرجع بيه تاني ناحيه مين؟ الام اللي هو بيسموها فيدباك بقى، والكنترول كله مبني على موضوع الفيدباك. خلاص يبقى كانه هيبتدي الاول بالاوب ام كانه اوبن لوب هيطلع لك حاجه اسمها الكومباراتور، هيعمل لك دايره اسمها ايه؟ كومباراتور اللي هو بيقارن اشارتين ببعض. وبعدين هناخد بقى الاوب ام از فيدباك، يبقى ناخد حاجه اسمها الفيدباك برنسبل بقى. الفيدباك ده بيعمل ايه؟ فيبقى من نوعين بقى بعد الفيدباك ده، يعني يا نيجاتيف فيدباك يا بوزيتيف فيدباك. ايه الفيدباك ده؟ الفيدباك ده عامل زي ما انتوا كده قاعدين كده قاعدين سامعيني وانا بتكلم ومحدش بينطق. خلاص؟ يبقى مفيش فيدباك. السيستم اللي مفيهوش فيدباك هيعمل ايه الدكتور اللي بيشرح؟ ده انا بديك مثال على الفيدباك ده خطورته ايه؟ طول ما انت قاعد ساكت وما بتتكلمش الراجل اللي بيشرح بيعمل ايه؟ ماشي كده عدل، هو ما فيش حد بيقول له اقف ولا ان انا مش فاهم ولا عيد لي شرح المساله دي تاني او حته المثال ده تاني. هو الراجل بقى فاهم ان اللي قاعد قدامه ده ايه؟ مستسلم بقى لله كده وفاهم اللي بيقوله فخلاص عمال هو يشرح. انما لو جه في لحظه كده وقف وقال لي خلي بالك بقى الحته دي مش شايفها كويس كده، عمل لي انا ايه بقى؟ فيدباك. يعني عمل لي انا ايه؟ فيدباك عشان يقول لي خلي بالك الحته. اهو ده السيستم بتاع الكنترول بقى. لو كنت انا بدي فولت للموتور يشتغل، لو الموتور اشتغل ومن غير ما اخد منه فيدباك ممكن الموتور يعمل ايه؟ خلاص يقعد يشتغل بسرعه عاليه خالص من غير انا اخد بالي، يكسر الشافت يكسر. انما لو انا واخد منه اشاره وراجع بيها هيعمل ايه بقى؟ لا ده السرعه زادت يبقى اعمل ايه؟ قلل الفولت. لا ده السرعه قلت اعمل ايه؟ زود الفولت. المروحه اللي في السقف مثلا مش التكييف بقى، ده اوبن لوب يعني التكييف ده كلوزد لوب، انما المروحه اللي في السقف اوبن لوب. اوبن لوب انت بتروح تقف جنب المفتاح السرعات ده وتفتح المروحه عشان تشتغل. لو المروحه اشتغلت بسرعه واطيه بتعمل ايه انت؟ بتعلي السرعه. بتعمل ايه؟ ما هو مفيش فيدباك. الفيدباك هو الوحيد بتاعك ايه؟ انت قاعد جوه المدرج حاسس بايه بقى؟ هواء شديد ولا هواء قليل؟ تقوم انت تعمل ايه؟ مش عاجبك السرعه بتروح تعمل ايه؟ بتروح تزود السرعه وايه؟ تقلل. ده اسمه اوبن لوب سيستم. خلاص؟ انما لو انا بقيس سرعه المروحه وبرجعها لي انا بقى كسيستم يبقى ده اسمه ايه؟ كلوزد لوب سيستم. يعني بقى الراجل بتاع اللي هو جوه الكابتن بتاع الطياره جوه الكنترول كله عنده هو بيظبط الضغط والحراره جوه القاعه اللي قاعدين فيها الركاب. خلاص؟ لو ده اوبن لوب سيستم بقى والضغط اتغير جوه الكابين ان شاء الله الراجل اللي قاعد جوه ده مش حاسس بحاجه مش داري بالدنيا يعني. هنستنى بقى لما واحد من الركاب يروح يخبط عليه ويقول له خلي بالك بقى ده البتاع اللي احنا قاعدين فيها ديت الحراره عاليه قوي، لا ده واطيه قوي، لا ده ما فيش فيها رحمه دي. يعني لو الضغط اتغير بحاجه بسيطه الطياره تقع. فالكلام كده كلام فارغ، لازم يبقى فيه دايما كلوز لوب بقى. والطياره تمنها مثلا 100 مليون جنيه تستخسر انت تعمل فيها كنترول سيستم عدل بربع مليون ولا نص مليون؟ ما احنا الانجينير ما شاء الله دماغهم ايه واعي، يجي يقول لك انا هشتغل لك سنه بمرتب 10,000 جنيه في الشهر خلاص كده يعني 120,000 جنيه اهو عشان تعمل ايه؟ عشان اعمل لك سيستم محترم
يوفر مثلا 100,000 بلاش 100,000 جنيه 1000 جنيه بس. امتى تدي له انا بقى اللي هو عايزه؟ لو الحاجه اللي هبيعها دي، الحاجه اللي بتتعمل دي هبيع منها مثلا 1,000,000 قطع، يبقى هو لو وفر لي في القطعه الواحده 100 جنيه كانه وفر لي انا كام؟ 100,000,000 جنيه، صح؟ يبقى مش هستخسر ادي لك كام انت؟ 200,000-300,000 تعمل بيهم الشغلانه دي، صح؟ انما بقى لو ببيع لعبه اطفال من اللي بيتباعوا بقى بجنيه ولا باتنين جنيه، خلاص كده؟ لا دي لعبه الاطفال كويسه لانها بتتباع منها كتير، انما لو بعمل سيستم بيتباع منه قطعتين ثلاثه، خلاص اديك انا 200,000-300,000 جنيه عشان اوفر لي مثلا 100,000 جنيه في سيستم بيتباع منه حتتين ثلاثه. يعني خلي بالك الثمن بيدفع فيه، فابذل مجهود في الحاجه اللي بتتباع كتير. الطياره بقى ب 100,000,000 تقول له بقى انا هعمل لك لعبه جوه الكنترول سيستم عشان بيبقى ده بدل ثمنه 100,000 يبقى ثمنه 90,000. انت عملت ايه يا ابني؟ لك وفرت له 10,000 جنيه. انت بتوفر 10,000 جنيه في طياره ثمنها 100,000,000 جنيه؟ يعني خلي المنطق يحكم مع شغلك هنا. اصل الناس بنقابلهم في السوق بيعملوا حاجات بدع. انت قاعد بتعمل ايه يا ابني؟ يقول لك ده انا بحاول اعمل سيستم ما يخرش الميه. عشان تعمل ايه في الاخر؟ عشان ال 100,000 تبقى 90,000. طب والبتاع كله اتباع بكام؟ ب 100,000,000. طب انا استفدت منك ايه؟ يعني خلي بالك. انما لو قصاد كده بقى في زي لعبه الاطفال دي بقى اللي هي ب 2 3 جنيه وانت توفر لي ربع جنيه كمان مثلا ولا نص جنيه، اقول لك ايوه اعمل الكلام ده لانه هيفرق معايا بقى كتير، صح؟ طيب احنا هناخد بقى النيجاتيف فيدباك والبوزيتيف فيدباك. البوزيتيف فيدباك ده يطلع لي حاجه اسمها الويف فورم جنريتور اللي هي بقى بتطلع دايره، بتعمل لك دايره بتطلع سكوير ويف تراينجلر ويف، يعني حاجات بقى من اللي هي الويف فورم يعني. التاني ده بيعمل لي بقى شويه ابلكيشنز، امبليفاير بقى، انفرتنج امبليفاير، نون انفرتنج امبليفاير، ديفرنس امبليفاير، حاجات كتيره بقى كده ادها لك انا بقى دي. بعدين سامينج امبليفاير، ثم انتجريتور وديفرنشيتور، يعني هيخليه يعمل دايره تكامل ودايره تفاضل، ونعمل بيه فلتر كمان. ادي بقى الايه استخدامات الاوب امب. انا هنا هرسمه لك على انه مثلث باثنين انبوت وان اوت. المفروض فيما بعد بس مش في الكورس بتاعنا خالص هتفهم ايه؟ ان الترانزستورز اتركبت مع بعض عشان تعمل لنا مين؟ هذا الاوب امب. انت بتشتريه من السوق باسم اوب امب. اشهر واحد طلبه بتحبه في مصر اللي هو اسمه 741، عشان ده ثمنه رخيص، فانت كده كده بتحرق شويه حاجات وانت بتشتغل، فبتروح تشتري ده منه كميه بس، يعني ممكن تشتري 10 عشان تحرق انت منهم 8 عشان اثنين تشتغل تتعلم. انا مش معقول اروح اجيب لك اوب امب ثمنه 200-300 جنيه عشان انت بقى تقول لي ايه وانا قاعد كده بتسلى بقى اوصل الدايره واشوفها هتشتغل ولا مش هتشتغل، تحرق لك 3 4 منه، خلاص؟ فده كلام يعني ايه ده كويس للطلبه يعني، وحتى هو موجود في المعامل. انا ما اعرفش عندك المعمل برضو هيبقى القصه دي موجوده ولا لا، بس ده احد الحاجات اللي احنا ايه بنعوزها. طبعا احنا كده تقريبا خلصنا المحاضره، بس عايز منك 5 دقائق صغيرين، حاجه بسيطه بس عايزها ايه افهمها لك. انت اللي خدته، احنا طبعا الشيت الاولاني هيبقى شيت ريفيجن على السيت، خلاص؟ الشيت الاولاني اللي هينزل لك بقى الاسبوع اللي جاي او المعيد هيبتدي يحله معاك، عشان احنا لسه ما دخلناش في حاجه، خلاص؟ فهيبتدي يعيد معاك مين؟ مش انك تجيب بقى مسائل السيركت المكعبله اللي كانت مجنناك دي ويقعد يحلها لك، هو هيجيب كام مساله كده يحل ايه؟ يرفرش بس ازاي كنت بتحل مساله سيركت، يعني مش اكتر من كده، وفيها ديبندنت واندبندنت وكل حاجه، عشان فيما بعد هنمسك اي دايره بتاعتنا ونحوله الى ايه؟ الى دايره هنعمل بها نفس الاسلوب في الحل، نجيب كارنت وفولت وكل حاجه. طب انا بس كحاجه سريعه قوي، انت عندك ريزيستنس اهو وكباستور اهو، بس المثال الصغير ده انبوت وده اوت، دي دايره انت يعني ده انت دي مش دايره، ده واحد على 100 من الدوائر اللي انت درسته، ده كان بيجيب لك دايره فيها ايه؟ من دي 3-4 حاجات ويحط لك بقى بطاريه وكرنت سورس ويقعد. انا جبت لك دايره بسيطه خالص، ماشي؟ لكن عايزين نفهم الدايره دي بيعملوا لها اناليسيز ازاي ويتعلموا منها ايه؟
الدايره دي ممكن هتعمل لها اتنين من الالالز، يا تايم دومين يعني يبقى شغلي كله فين؟ تايم، يا حاجه اسمها ايه؟ فريكوانسي دومين، اللي هو يبقى كل الاناليسيس بتشغل مع مين؟ مع الفريم. خلاص؟ تعالى نشتغل اللي هي الفريكوانسي دومين اللي انت متعود عليها. لو عايزك تجيب علاقه اسمها في اوت على في ان هتعمل ايه؟ عايز تجيب الفي اوت ده حته السيركت بقى، ده اسمه بوتنشال ديفايدر، صح؟ انا عايز اجيب الفي اوت اللي هو الفولت اللي على البرانش ده ريليتيف للفي انبوت اللي هو اللي داخل على التو برانشز، مش بتسموها فولتج ديفايدر؟ يبقى الفي اوت على الفي ان يمين الامبيدنس دي على مجموعهم، صح؟ يبقى كانها زد سي على ار زائد زد سي، ما فيش ابسط من كده. حول الزد سي بتكتبوها ازاي؟ زد اللي هي الامبيدنس بتاع الكباستور بتكتبوها ازاي؟ واحد على جي اوميجا سي، صح؟ مقسوم على مين؟ على ار زائد واحد على جي اوميجا سي. انت بقى ان شاء الله قدام في كورسات الكنترول مش هيسمي لك دي جي، هيسميها اس، اللي هو يسموه اس دومين بقى. الكنترول كله مبني على مين؟ على الاس دومين. وفي واحد تاني اسمه الزد دومين، كل ده هتسمع عليه بقى، كل ده رياضه. ما انا عارف الرياضه دايما بتبقى زي البتاع كده في الزور، تقعد تسمع بقى يقول لك بنحل ديفرنشال ايكويشن وبارشال ديفرنشال ايكويشن وسيرد اوردر وفرس، وتقعد تعيش كورس ولا اثنين ولا ثلاثه في الرياضه وتقعد تضرب دماغك. يعني انتوا بتعلمونا الكلام ده ليه؟ ما هم بيحلوا بيه الحاجات اللي زي كده. اصل مش كل كورس هيقعد الراجل يعمل لك ايه؟ يقول لك انا بديه ليه بقى؟ يعني كل معادله رياضيه يشرحها لك يقول لك ده جايه منين من الدايره؟ لا، هو بيعلمك تحل الرياضه الاول. وبعدين يقول لك بقى الدايره بتاعتك هتستفيد منها ايه؟ فده هيبقى اسمه اس دومين في مره، زد دومين مره، احنا مسمينه هنا ايه بقى؟ فريكونسي دومين عشان كلمه الاوميجا دي. اضرب فوق وتحت بجي اوميجا سي تطلع ايه؟ واحد على واحد زائد جي اوميجا سي ار. خلاص بقى طلع لي كده ماجنتيود وفيز. لو قلت لك اكتب كده الماجنتيود اللي هو ماجنتيود في اوت على في ان يطلع بكام؟ الماجنتيود بتاع الحاجه الكومبلكس بتاع ايه؟ الباست واحد، الباست ده رقم واحد ما فيهوش ريال وايماجينري، يبقى اكتبه زي ما هو. المقام فيه ايه بقى؟ فيه ريال وايماجينري، يبقى دي بالروت بتاع مين؟ واحد سكوير اللي هي واحد زائد دي تطلع ايه؟ اوميجا سكوير سي سكوير ار سكوير، صح؟ الفيز ده حاجه ثانيه بقى، اللي هو بيجيب 10 ماينس 1 مش عارف الايماجينري على مين؟ على الريال. يعني بالمناسبة الفيس بتاع الباست بكام؟ أو الفيس بتاع الكسر كله، الفيس بتاع الباست ناقص الفيس بتاع المقام. الفيس بتاع الباست كام؟ زيرو. زيرو. والفيس بتاع المقام؟ تان ماينس 1 مين بقى؟ الأوميجا سي آر دي اللي هو الإيماجينري على الريال. أنا بس بذكرك بلا. خلينا في الماجنتيود، لو قلت لك ارسم بقى ماجنتيود في أوت على في إن أجينست أوميجا، امشي إزاي؟ ارسم الرسمة دي بقى. هو ادي المعادله اهي فيها اوميجا، لو عند الاوريجين بوينت اوميجا بكام؟ بزيرو، صح؟ اما احط دي بزيرو يبقى اوت على اوميجا بكام؟ واحد. خلاص؟ واحد. كل ما اوميجا تزيد يحصل ايه؟ الكيرف ينزل كده، يبقى ماشي لي كده، عند ما لا نهايه يعمل ايه؟ ثيوريتيكال يعني. يروح لزيرو، اوميجا لو بانفينيتي يطلع الكسر ده بكام؟ بزيرو، ده قدام هناك عند ما لا نهايه. لو بصيت على الرسمه دي بقى تستنتج منها ايه؟ لو واحد شاف الرسمه، تسيبك بقى من الالكترونكس واي حاجه ثانيه خالص، واحد شاف الرسمه دي الاوت بتاع الانبوت بواحد عند الزيرو، الزيرو ده اللي بالنسبه لنا اسمه ايه؟ اوميجا بصفر، تعني ايه؟ دي سي، يعني قد دي سي الاوتبوت زي الانبوت. خلاص؟ كل لما الاوميجا تزيد كل لما الاوتبوت يبتدي ينزل، لان الانبوت ثابت. يعني كل ما امشي لقدام كده الانبوت هو اللي ثابت، انا هو الانبوت بتتغير، كل الحكايه الاوميجا بتاعته بتتغير. فالاول بتاع عمال بيعمل ايه؟ بينزل. ده معناه ان بعد ترددات معينه الاول بتبقى بكام؟ اهو مش عمال يقل. يبقى بعد ترددات معينه كده مش ممكن تفهم من الكلام ده ان الاول بيبقى صفر، صح؟ يبقى دي دايره ايه؟ يا نهار ابيض يا جماعه، بقول لك كل لما الاوميجا تزيد كل لما الاوميجا تزيد الاول بوت هيقل. بعد شويه اوميجا كده بعد تردد معين الفاليو بتاعت الاول بوت ده تقريبا هتبقى صفر. لا، تبقى فلتر. فلتر يعني ايه؟ يعني عدى الاشاره في ترددات معينه ومش ومنع الاشاره فين؟ في ترددات يعني لو النويز بتاعتك هنا
يبقى الاوتبوت هيطلع ولا مش هيطلع؟ لو النويز ترددها في الاوميجا العاليه يبقى هيطلع لك الدايره فيها نويز ولا مش هيطلع لك؟ مش هيطلع لك. فدي دايره حاجه اسمها هو ايه؟ لو باس فلتر. خلاص. اهم نقطه بقى سيبنا من التايم دومين ده نقوله المره الجايه. اهم نقطه، اعلى قيمه للاشاره كام؟ واحد. الريشيو بواحد، يعني يبقى الاوتبوت زي مين؟ احسن اقل حاجه ليه زي الامبلي. عارف بقى لو جيت في الامتحانات وعندك دايره زي دي وطلعت الاوتبوت اعلى من الانبوت، لو انا في ايدي ان اقطع الورقه اقطعها. خلاص كده. لازم تفهم كويس قوي ان الباسيف سيركت لا يمكن الاوتبوت يبقى اعلى منين؟ من الانبوت. اي باسيف سيركت ار وال وسي طالما ما فيهاش كومبوننت من اللي اسمهم بقى سيمي كوندكتور اللي هو بقى ترانزستور واوب ام، يستحيل الاوتبوت يبقى ايه؟ فالدوائر دي ما تنفعش امبليفاير. تنفع ايه بقى؟ فلتر. احد التطبيقات يعني انه يعمل ايه؟ يعمل فلتر. خلاص؟ ايه اوعى دايره باسيف وتطلع الاوتبوت اعلى منين؟ وتقول لي اصل دي غلطه حسابات. خلاص كده؟ اصل انا بقى بحسب بالكالكوليتور فلت مني ولا ما اعرفش ايه اللي حصل فطلع لي رقم اعلى. يستحيل. لو حصل هذا الكلام في الانترفيو الراجل اللي انت قاعد بيستقبلك وبيختبرك ما بيعملش حاجه خالص غير انه يقعد كده ساكت لحد ما تقوم من قدامه احتراما ليك بس كذوق يعني عشان ما يهزقكش يعني. خلاص؟ ومع السلامه مع السلامه. ده ما بيفكرش يعمل معاك حاجه ثانيه حتى لو انت استاذ فين؟ في الحاجه اللي انت جاي له فيها. خلصت. لما بتدي له حاجه في البيزكس بتاعت العلم تقول الاوتبوت اعلى من اجيبها منين دي يا ابني؟ يعني احط لك دايره زي دي وتقول الاوتبوت هيطلع مره ونص الانبوت؟ خلي بالك من الحاجات اللي من النوعيه دي بقى. ده اسمه باسيف سيركت. خلاص. ار وال وسي دي اسمها ايه على طول؟ باسيف كومبون. انما بقى لما يدخل معاك الدايود او الترانزستور تحديدا الاوبامب بيسموها ايه بقى؟ اكتف اليمنت. اصل لانها بتديني من عندها حاجه بقى فالاوتبوت بتبقى اعلى منين؟ من الانبوت، وبالتالي نقدر نعمل بيها امبليفاير. خلاص. حد ليه اي سؤال او اي استفسار المندوب لو سمحتوا يتواصل مع الاداره او